تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعي الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاءكم الرياضي على شهد اف ام، برنامج البطوله المعد لكم اليومي من اثنين حتى الجمعه. كنعتذركم على هذا التاخير الخارج عن ارادتي. ايمان اهلا وسهلا. اهلا بك منير، اهلا المستمعين والمستمعات اللي كيسمعونا دائما على شهد اف ام. كيف الحال؟ كل شيء بخير؟ حميدين شاكرين. غادي رافقنا في حلقة اليوم طبيعة الحال صديقنا مخرجنا الشاب الوسيم المهدي، تبارك الله على المهدي، تبارك الله على المهدي، في انتظار أمي منتال إن شاء الله في تبادل، في تبادل للمراكز. ولا كتخدموا بجوج؟ صافي مزيان، غادي ترافقونا بجوجكم ان شاء الله. هذه القضيه زوينه منير، ديال التعاون بين الاشخاص. هي شويه قليله في البطوله ديالنا وفي عند بعض المسؤولين. لا كاينه في البطوله، كاينه في البطوله، غير هو مثلا غيكون جالس شي واحد في لاطابل، ما هذاك ديال المدرب المساعد ومساعد المدرب راه ديما شي مدربين عندنا كيبغيو صعيب يخلي شي واحد البلاصه لشي واحد. ا منير لا خلاها لي، وانا لي خلاها لي، راه مشكله عاوتاني، راه كيحفر لي وراه غادي يمشي يبدا يهضر مع الرئيس على قبل، على قبل التشكيله. غادي نيغوسي الصالير كثار بزاف ديال الحوايج. شوفي فين دخلتينا الله يرحم والديك. خلينا نبداو بالحوايج الزوينين. نذكر فقط غير اليوم مستمعينا الكرام غنديروا اطلاله على بطوله القسم الثاني، الدوره اللي تجرات في هذا الويكاند، اطلاله كذلك على فريق الوداد بتونس وتحضيرات لمواجهه فريق الترجي التونسي، اضافه بطبيعه الحال الى البطوله الوطنيه للفوتسال و قطار المنتخب الوطني للفوتسال اللي غادي يستأنف المسار ديالو بدايه من هذا الشهر وبدايه من هذا الاسبوع. كاين واحد التربص هذا الاسبوع، واخبارنا المتفرقه ومكالماتكم طبيعه الحال مستمعينا على 0522 36 05 36. للتذكير فقط، واخا خبر قديم البارح، الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كتعلن على انه تم ايداع رسميا رساله النوايا لاستضافه كاس العالم 2030 بمدينة زوريخ بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم. هذه الرسالة أودعها طارق نجم الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للمسؤولين ديال لافيفا، وهو الخطاب اللي وقعوا عليه رئيس الجامعة فوز القجع، رئيس الجامعة الإسبانية بيدرو روشا، ورئيس الجامعة البرتغالية فرناندو غوميش. ناخذ واحد الفاصل ثم نعود لمواصلة الحديث. نجدد التحية والترحاب بكم مستمعينا الكرام. فان كما سبق الذكر، خطاب النوايا هو فقط غير أولى الخطوات اللي وقعوا عليها رؤساء الاتحادات ثلاثة، المغرب والبرتغال وإسبانيا، من بعد غادي تجي مراحل أخرى. المرحلة المقبلة هي يعني هي مرحلة إيداع الملف رسميا بالتفاصيل ديالو، يعني الإعلان على الملف. تما فين غنعرفوا الاقتراحات ديال المغرب، الاقتراحات ديال إسبانيا، الاقتراحات ديال البرتغال والملاعب اللي كاينة. شكون اللي غادي يستضيف؟ لا غير الاقتراحات، غير الاقتراحات اللي في الملف. كيقول لك ها الملاعب اللي عندنا مثلا 10 الملاعب في إسبانيا، 8 في المغرب إلى غير ذلك، وكيديروا واحد الاستيماسيون هنا كيف قال فوز القجا ورئيس الجامعه الاسبانيه والتدير البرتغاليه، باللي كاين لجان تقنيه اللي كتخدم في هذا الشيء. فنتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم، نتمنوا ان المغرب يكون نصيبه مباراه الافتتاح ومباراه النهايه، او ان شاء الله الله يلحقنا لذاك النهار ان شاء الله وحنا في صحه جيده وملاعبنا تكون واجده بحول الله. واش غنقول لك، واش كما كان منتظرا ولا مفاجاه؟ ميسي افضل لاعب في العالم وحائز على الكره الذهبيه الثامن مره منير. لا واش كما كان منتظرا ولا مفاجاه؟ وشوف انا بالنسبه لي بعدا مفاجاه، لانه منين تبارك الله 8 ديال لي بالون دور من 2009 وانت كتاخذ فيهم شويه، نخليو البلاصه كما كنقولوا. راه كاينين جوج ديال اللاعبين اللي جو بونس في هذه السنوات الاخيره قدموا مقابلات كبيره، دي اسيست اللي مزيانين، دي بوت. مي كنتكلموا على كيليان مبابي، كنتكلموا على هالاند. صراحه انا جاتني مفاجاه كيفاش وعلاش كيبنيو هاد لي فوت هادو ديال البالون دور. بالنسبه ليا ميسي احتكر هاد البالون دور هادي. بالنسبه ليا انا بالنسبه ليا هاد العام لا يستحقها نهائيا. كاينين اللعابه شنو دار لاكوب دو مونش؟ دابا بغيت غير نعرف منير افاك شنو هما لي كريتير باش كيتخادو هاد لي فوت هادو؟ شنو ديتي لاكوب دو موند؟ انا نمشي معاك كاع في واحد القضيه اخرى ونربطها باختيار احسن حارس اللي هو مارتينيز، ارجنتيني مارتينيز، وياشين بونو. بالنسبه لنا حنا جائزه ياشين يا ياشين بونو بالنسبه لنا حنا هو احسن حارس في العالم، من بين افضل الحراس في العالم، فهو حتى المركز الثالث. انا غير اللي بغيت نمشي هو كاين واحد من البارح، واحد الجو من النفاق
عن بعض المتتبعين المغاربه وسمحوا لي على هذا نفس الاراء ديال محبي ميسي اللي كيقول لك راه حيت دا كوب دو موند ما قابلينش نفس الراي نفس الكريتير على مارتينيز. لا علاش بونو راه كان احسن من الاخر وصافي حيت دا كاس العالم. لا لا شوف هاد لي كريتير ما كاينينش لانه ما مبنيين والو. كاين حنا غنديروا التقييم على كاس العالم ايمان. كاس العالم داز في 2000 لا داز في 2020 2022 لا عندك الحق. وغنتكلموا على جوج اللي ظلموا حتى هما كزافيو وانيستا بزاف وريبيري داو هذا البطوله ديال اسبانيا كانوا دي دومي فيناليست في لا تشامبيونز ليغ. يعني شنو لي كريتير اللي كيتخاد بهم هاد واش الفلوس واش تو سكي ماركتينغ؟ ان ميسي مازال طالع السومه ديالو عبر العالم من كتشوف تبنية. انا بالنسبه ليا ما كيستحقش هذا الان بالنسبه ليا الكل زعما عشاق ميسي وهذا ما كاينينش دي كريتير لانه تظلموا بزاف. من كنتكلموا على لو برياشين بونو قدم موسم جيد مع سيفي شفنا كيفاش كانت التصديات ديالو الكره رغم انه كان كيتعذب دا اوروبا ليغ وكيفاش كان كيتعذب في لا ديفونس ديال سيفي وكيفاش كان كيخرج الماتش يعني باقل الاضرار و اون تري 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 بون كوب دو موند امونير. يعني مارتينيز انا ما فهمتش لا ماشي ما عليناش سمح لي دايغ هو اول مغربي كيكون يعني كونفوكي لهاد لو بري هذا دونك سي اون فيغتي بور نو لي ماروكان ديجا المعلومه راه فتناها حنا من اللي الله التعلن راه كان اول مغربي حنا كنا بغينا طمعنا. لا وهذا الظلم بالنسبه لي انا منير ماشي غندوزو هكاك مرور الكرام ولكن ياسين بونو كيستحق هاد لو بري هذا. من ناحيه اخرى مانشستر سيتي افضل نادي عند الرجال اف سي برشلونة افضل نادي عند السيدات هادو عندهم علاش تحطوا لانهم داو الشامبيونز ليغ. فينيسيوس جائزه سقراط العمل الانساني وهذه جائزه كنظن رمزيه. بيلينغهام جائزه ريمون كوبا لافضل لاعب واعد ثم هالاند جائزه جيرد ميولر لافضل هداف. هذه انت كيفاش كتشوف كيليان مبابي اللي اشنو واحد السيد اللي ماشي غندافع عليه ولا هذا مي واخا ما خداش دي بري دي كون بري ولكن كوميم راه في لاكوب دو موند شفناه هو انا مكلاسي انا مكلاسي هو دابا داز لاكوب دو موند 2022 وباريس سان جيرمان شكون اللي كيبان لك فيها زعما واجي نقول واحد الحاجه اخرى اشرف حكيمي واخا ما غاديش نهضر انا ميور لاتيرال اللي كاين دابا في لو موند ولكن ماشي ميور جوور دو موند. لا ولكن بلاتي سمح لي علاش ما يكونش في هذا البالون دور باش تعرف راه ما انا سولتي على مبابي غنكلاسي على ميسي. تكلاسي على ميسي وهالاند لانه راه واش عرفتي هذوك اللاعبين كيفاش كيلعبوا ميسي صافي. انا ماشي انا بالعكس عزيز عليا ميسي فاش كان في البارسا في الوقت ديال البارسا ديال غوارديولا داك الشيء مي دابا ميسي اي دايوغ شتي لا ديكلاراسيون ديالو ديال انه راه واحد القضيه اخرى سمحي لي ملي درنا ميسي كنا نجيبو حتى كريستيانو حتى هو راه باقي كريستيانو ما داش لا كوب دو موند ايوا راه كريستيانو فهمتي مشى راه هداف مع النصر دابا ايوا هما شوف لي كريتير ديالهم شوف داكشي منير خلاوها الفلوس اي دايوغ منير ايتانا بون ماتشين المتوسطه ديال الميدان ديال المنتخب الاسباني وفريق برشلونة هي حازت على افضل لاعبه في العالم للمره الاولى في المسار ديالها من بعد ما توجت مع المنتخب الاسباني بلاكوب دو موند في استراليا ونيوزيلندا واللي كان عندها يعني الفضل بثلاثه ديال الاهداف وجوج ديال لي باس ديسيسيف كانت فريمون بيرفورمانت ومع الاسبان مع برشلونة اللي دات معاها لا ليغ دي شامبيون دات معاها يعني بزاف ديال لي تيتر دونك جو بونس كان عندها يعني جوج ديال اللي كانوا مطاردينها اللي هي سليمه بارويلو وكذلك سام كير. بارويلو سلمى اللي دات لي لا كوب دو موند مع لي او 20 ولي او 17 ودات معاه حتى ليكيب ا ديرنييرمون دونك مزيان مي كنشوفوا حتى الكره النسويه حتى هي ولات كتشارك يعني دوبي دو جو بونس 2018 من جاوب السي حميد اليعقوبي قال لك عندما اشاهد استوديوهات الاذاعات التونسيه اقارنها بالمغربيه فرق كبير اتمنى التطوير. سير اخويا عندهم تفرج فيهم بكل صراحه السي حميد والله سير عندهم استوديوهات شنو لو كونسيبت ولا قلت احترام بعد كل ما هو مغربي بعد قلت احترام سير عندهم وتبعهم ما حبسك حتى شي واحد. اسمح لي السي حميد قاطعتك ايمن تفضلي. فقلت لك منير اون فيغ ان يعني الكره النسويه حتى هي ولات كتعطاها الفرصه انها تاخذ البالون دور وتكون في هاد لي كرون بري هادو دوك راه حنا غاديين في تطور وانجاز كل ما هو مراه. ايوا الفوتبول في مينا راه شفتي فين غادي وشفتي ان شاء الله
وحنا غادي نديروا واحد الاطلاله كذلك على المنتخب الوطني المغربي لكره القدم النسويه بعد قليل. تصفيات الالعاب الاولمبيه 2024 وكاين حتى تصفيات ديال كاس العالم اقل من 20 سنه. والمنتخب الوطني اللي غادي يلعب مع المنتخب الغيني ذهابا وايابا بالمغرب. ايوا خويا الدور الثالث بروفيتي لوكازيون انتظار الدور الرابع. ايوا ما كاين مشكل. تحياتي للاصدقاء اللي كيتبعوا معنا حلقه اليوم عبر اليوتيوب. حسان لومبوتياج الله يحفظك السي حسن شكرا. حاتيم ابشار سلام سي وبري واحد المداخله بكل احترام اللي ما عجبنيش مؤخرا هو وليتي كتنتقد الهضره ديال المتابعين زعما غير هضرتك اللي صحيحه. لا حاشا ماشي هضرتي اللي صحيحه. انا بعدا من الناس اللي كيقبل الراي والراي الاخر غير هو هذا الراي خصو يكون بين على معطيات باللي انت كتجي حيت كتبغي واحد الفريق وواحد المحلل شي بلاصه اخرى ولا شي دولي سابق ولا شي لاعب سابق كينتقد لك واحد اللاعب في هذاك الفريق اللي كتبغي انت وكتجي انت لعند هذاك المحلل وتبدا تسب فيه ولا وشكون دار وشنو هذا الشيء ما نبغيش. اعطي رايك السلام عليكم انا ما متفقش مع الهضره اللي قال فلان وهالهضره ديالي كذا وكذا وكذا هذا الراي. كاين حتى شروط ابداء الراي اللي ما كنبغيش واللي كنعرف ان هضرتي صحيحه هي ان الراي خصو يكون بادب واحترام. نتمنى تسمعني السي حاتم ابشار. تحيه لك سي منير تحياتي للسي حميد بارك الله فيك. بنو يستحق اكثر. وسمحوا لي الاصدقاء الا كانت شي حاجه عندها علاقه بشي تعزيه لشي واحد بعض المرات ما كنكونش متاكد من الخبر ولا ما عنديش الخبر ما نقدرش نقرا هنا مباشره في انتظار التاكيد. هالاند كان يستحق الجائزه فعلا في ليله النجوم. هالاند كيليان مبابي راه شوف راه ما يمكنش منير يكون الظلم هكا كتشوفوا بعين باين يعني ماشي والله يسامح صافي واسمح لي يا خويا لبونو ماشي الله يسامح شتي لبونو ماشي الله يسامح. جهه اخرى نتمنوا من لا كان الظلم فعلا هنا في هاد في الكره الذهبيه ما يكونش الظلم في الكره الذهبيه الافريقيه. اون كونكلوزيون راه من غير بونو اوسيمين شكون اخر محمد صلاح ما كنظنش انا كاين شي واحد اللي داخل معاهم ف ساديو ماني ساديو ماني شامبيون دافريك 2022 ايوا مهم مهم انا من غير هاد الثلاثه هادو اللي قلت انا ما عرفتش والله موني ما عرفتش تتفق معايا ولا لا انا ما كرهتش يعني هاد الهدل انت ديما ما متفقش معايا فين عمرك تفقتي معايا. لا غير على هاد البالون دور ما بقاوش ناخذوا لي كريتير ديال انه شنو خدا وشنو ما خداش. علاش ما ناخذوش لي كريتير ديال هذاك اللاعب كيفاش هو داير شنو 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 لي باس اللي عطا شنو هما لي بوت اللي انجاز كيفاش كيبان بيرفورمون كل ماتش بحال دابا هالاند راه تقريبا كل ماتش كيسجل راه غا باشي جوج ديال الدورات الاخرين يعني مي كنتكلموا على مبابي مثلا راه حتى هو كيسجل حتى هو راه كيلعب. الا بغيتي ديري هادشي بونو الا بغيتي ديري هادشي خصك ديري التصنيف وهاد لي ستاتيستيك على حسب المراكز ما تقارنيش مدافع مع مهاجم ولاعب خط وسط مع مدافع. لا اون جينيرال اون جينيرال منير ماشي ما غنمشيوش حنايا غنتعمقوا في لي بوست راه باين باين نشوف الارقام اللي قلتي فوالا الارقام. حاتم ابشار وعلى الانتقادات على بورزوق انه دار مداخله ما عندها معنى ما عندها معنى بالنسبه ليك انت راه احنا باقيين فيها احنا داوين فيها السي حاتم اللي كتقول لي هضرتك غير هي اللي صحيحه وكتنتقد. لا انا غنتقد هادشي اللي قلتي هذا كلامه في مهنته امام الميكروفون هذيك هي الخدمه ديالو انه غيشوف ولاعب سابق ونقول لاعب دولي سابق واعطى راي فقط لا يلزم احدا. علاش انت تجي تحكم تقول ما عندها حتى معنى التكوين راه حتى واحد ما مكون. ايوا الا حتى واحد ما مكون ما تفرش في لي بلاطو ديال المغرب كاملين حيت اي واحد غادي يدوز هنايا راه حتى شي واحد ما مكون. اذا ما نديروش لك بميكيالين واحد ما تاخذش بهضرته والاخر كتسمعو حيت جاك على الوتر ديالك اللي مزيان فلان والله الا التحليل منطقي وداك الشيء حتى هو ما مكونش. الله يرحم الوالدين خذوا الاراء لاصحابها عجبك هو هذاك ما عجبكش ما اتفقتيش معاه بغيتي تقول ليه كتقول ليه رايك يحترم وانا ما متفقش معك في هذه القضيه فقط. وانت انت دخلتي لا جبران لا بورزوق على الاقل جبران كان في القاعه وصل كان في شنايا وصل لهذا المستوى بورزوق اللي مكون راه كاملين خويا انت مازال غادي زايد فيه حيت ما عجبكش واحد الراي. اذا السي حاتم انا هضرت معك في الاول. انوار محرزي ما نكونوش طماعين اما النهايه او الافتتاح وراه بطبيعه الحال اما النهايه او الافتتاح. بالقيد مهدي خويا منير صعيب تلقى شي لعاب بحال ميسي واخا دوز 100 عام وحنا صراحه راه كنا محظوظين اللي في الوقت اللي كنا كنتفرجوا راه كان ميسي وكان كريستيانو رونالدو وكانوا لاعبين اخرين وقبل منهم
فخورين تحت لنا الفرصة. شفنا روماريو، شفنا الفينومينو رونالدو، شفنا رونالدينيو، شفنا بزاف ديال النجوم. سعيد مارادونا تفرجت مارادونا لا شانس تفرجت مارادونا، ولكن في 86 باقي صغير انا، ما بديت كنتفرج فيه حتى مشى لنابل. تمشى لنابل ودوزيام ديك الساعه كانت في البدايات، كنت كتنقل الماتشات ديال الدوري الايطالي بالتعليق ديال الحاج عبد اللطيف الشريبي الله يذكره بخير الله يطول ليه العمر. تما فين شفت مارادونا، ومن بعد منتخب الارجنتين كاس العالم 90 كاع اللي خسروا مع الكاميرون في الافتتاح. اليوم ذكرى وفاة المدرب سعيد الخيضر، الله يرحمه ويوسع عليه. سي سعيد شكرا لك، الله يرحم سي سعيد الخيضر والله يرحمه ويوسع عليه. تعقليش على سعيد الخيضر؟ نعم الله يرحمه. راه تخافي تسمعي الراي ديال هذاك ويخرج لك شي واحد اخر يقول لك راه حتى هو ما مكونش. سعيد الخيضر شواهد على اعلى مستوى، ودكتور كذلك، ومدرب سابق للمنتخب الاولمبي في اولمبياد سيدني الله يرحمه ويوسع عليه. غريزمان كوب دي موند اوروبا ليغ وجا الثالث. حلل وناقش انت اخويا. مارتينيز لا يستحق حتى التواجد في اللائحة نظرا للحركة الغير رياضية في حفل التتويج في النهائي. راه حفل التتويج دابا راه الا خذوا الكريتير ديال كاس العالم، كاس العالم انا بالنسبة لي داز في 2022، واش بقاو حاسبين واش بقاو جارينا في 2023؟ ما فهمتش. مستشارين هما اللي كيحكموا الاغراض التجارية لي كونطرا تما. رشيدة بن سالم تحية لك، الاخت ايمان 37 تحية لك. لالا ايمان ميسي ما تيتقارنش كاع. لا هاد الساعه نقدر ندخل معاه في مقارنه. لا شوف في الديبيو ديال لا فان كارير ديالو نقدر لا منير شوف ميسي استمتعنا معاه بالكره ديالو داهيه كما كنقولوا باللغه ديال كره القدم اللي بغيتو كاين، ولكن راه ما يمكنش كل مره ياخذ بالون دور. راه ما يمكنش، راه خاص لي زوبورتونيتي تعطى لوحدين الاخرين اللي طالعين باش تكون لي زونكوراجمون. راه ملي كتشوف معاه مبابي وكتشوف معاه الاند وكتشوف معاه بزاف اللي ما كانوش اصلا في لا ليست، راه ان سيغتان مومون خصنا نحبسو. باشا سيمو قال لي التناقض راه طبع انساني في اي واحد، النفاق شيء اخر. السيمونير صراحه فكره احسن لاعب في العالم في لعبه جماعيه في حد ذاتها غير منصفه. وي مستحيل شي حارس مرمى يربح جائزه المدافعين درجه اقل. انا متفق معك، غير القضيه اللي قلتي انا كاين الفرق ديال التناقض والنفاق. انا علاش سميتو النفاق؟ لان واحد راه كيخرج عيني كيقول لك ايه راه انا مع هذا المعيار هكا، لا ما يمشيش معاه هكا. اش التناقض هذا؟ لان المنافق هو الذي يعرف انه ينافق، المتناقض هو ذاك اللي كينسى كيقول لك واحد الراي وكيقول لك تبعو تينسى وسولو كيعطيك شي حاجه اخرى. اما المنافق عارف بين اللي راه هذا الكريتير هذا راه ما صالحش ليه هنا ولكن راه نافعو هنايا. نتمنى سيمو تكون الفكره وصلت. في نهايه المطاف انا مع عمر بن عمر بونو حارس مرمى كبير. السلام عليكم ورحمه الله. ياسين بونو بالنسبة لي أنا واحد من أحسن الحراس في العالم. الأهم عندنا هو بونو يتوج بالكرة الذهبية. الله يحفظك السي البوكاوي إن شاء الله الرحمن الرحيم. سيمونيل غوارديولا قال لهم ميسي خصو كرة ذهبية بوحدو. إوا عطاو كرة ذهبية بوحدو وخليو عباد الله الآخرين يتسابقوا في الكرة الذهبية العادية. سيمونيل تحياتي لك. بارك الله فيك. تكلم لنا على الوضعية المزرية اللي وصل لها فريق المولودية الوجدية ومن تسبب في أزمتها وشكرا. حسام وجدة. ومنين غنبداو سي حسام؟ والنزاعات تتقاطر، والرئيس السابق الذي تسبب في النزاعات سي محمد هوار هو غبر. دونك لمن غتحمل المسؤولية؟ وفي انتظار أنك تبقى حمل المسؤولية ما تحملش المسؤولية، الفريق في هذه الأثناء يغرق. ما عرفناش حنا كيفاش غادي يرجع الفريق أو كيفاش غيكمل الموسم ديالو في ظل هاد المشاكل اللي هي عنده. أنا لا أفهم السي أوبري لماذا لا تتقبل أي انتقاد لا للنقل التلفزي ولا للتعليق الرياضي ولا حتى النقد للجهاز السمعي البصري. الله يبنت لهم في البلان. وتعليق بأنك مغاربة نحب أن نراكم الأفضل هذا ما كان. الله يحفظك السينو. شوف راه كاين فرق بين الانتقاد وإبداء ملاحظة. الانتقاد هو غادي تدخل السينومان وتقول لنا السلام عليكم انا ما متفقش معكم بهالطريقه اللي كديروا وحنا غادي نعطيوك حتى حنا الرد. نقول لك هي من حقك ما تتفقش، ولكن هالاسباب اش كاين اش كاين، بين انني نشدك انت دابا مثلا صديقي بلاتي السميه مشات ليا معليش لا باش انتقاد خلاوها البناء بلاتي سي نومان نونام نونيم
نو نيم. نجيبك انت دابا نقول لك السلام عليكم سي نو نيم، شتي فلان ليه احسن منك صافي وغنخرج. الا كنتي كتسمي هذا في جنس الانتقاد مرحبا، كنتي كتسميها ابداء ملاحظه مرحبا، لا ما يمكنش. دائما الراي، انت السامع للاراء، الا ما عجبتكش تقدر انك تدخل وود لي بالراي ديالك انت يا انك تعارض هذه الفكره ولا ما كتعارضش الفكره، والامور غاده. شوف وكل شيء غيستافد، حتى اللي كاع عنده واحد الراي كان كيتبتو على انه هو الراي الصحيح والسامع الاراء اخرى، راه كيقدر يراجع بعض الاحيان القناعات ديالو. ياسين هو ياشين ديال المغرب، محمد بن داده. راديو موزايك الفير بلاي ما فماش سيمو، خلينا الله يرحم باك، خلينا احنا بغينا نخليوه ماتش ديال الكره، حيت هذا الشيء انا كنت منتظره، كنت كنتسناه، وخاصه كاين بعض المراهقين تما هما اللي كيتسناو بحال هاد الوجبات باش اما الا مشيتي سمعتي لدوك العقلاء العقلاء كيبقاو هما العقلاء، المراهقين راه ديال الوجبه فين غيبدا يضرب في المغرب بدا يجيب لك المقدسات بدا، هذه هي الوجبه عندهم. فين غبر صاحب البنزرتي ياك ما مات؟ لا نتمنى ان شاء الله يكون في صحه جيده السي رشيد. عمر حسي مدربا لهلال الناظور، بالتوفيق للسي عمر حسي. سلام تحياتي لكم اخويا، شكرا. الله يحفظك السي جواد، شكرا لك، بارك الله فيك. الله يحفظك السي حسام، السي حسام من مدينه وجده، شكرا. في عرف كره القدم دائما الفائز بكاس العالم هو الذي يفوز بالكره الذهبيه، هي راه فاز بها في 2022. لا هذا ماشي منير معيار، لا فاز بها في 2022. حيت غنرجعوا لكزافيو غنرجعوا لانيستا في 2010. فازوا بلا كوب دي موند ولكن ما داوش يعني البالون دور، دونك هذا ماشي كريتير. على اين نمشيو للمنتخب الوطني النسوي الاول وتصفيات الالعاب الاولمبيه 2024. اليوم واش هي مباراه غير مباراه للتاكيد، مباراه الكونفيرماسيون، حيت المباراه ديال الذهاب في ميدان ديال الخصم كانت صعيبه وكان الانتصار خارج الميدان في ناميبيا. زوين عندك هذا لو جو دو مو. شوف منير والله العظيم الا كانت مقابله انا بدات استمتعت بها، ما عرفتش علاش. لا تعنا تفرجنا فيها اكثر بالاهداف، لانه شفت واحد لا كويزيون، واحد ذاك لو جو انديفيديويل ديال بعض اللاعبات اللي ما كانوش يعني قبل ما كانش. نسرين الشاد تبارك الله، نسرين الشاد كدوي على الحماري، كدوي على بزاف ديال اللاعبات اللي داروا واحد لو جو انديفيديويل، وشفنا كيفاش يعني هذوك لي بوت تسجلوا بان كو تسيز. وفين عمرك شي خويا شي مقابله نسويه حاليا؟ انا بعدا من نهار ديت كنتفرج دابا حاليا ما مني ما شفت حال هذوك الاهداف. دونك هذه ماشي غناخذوها معيار لان غنقولوا راه صافي تسجلوا اهداف صافي راه المنتخب بخير. لا ناخب جديد اللي هو خورخي فيلدا، شفنا واحد لو تاكتيك اللي مغاير على رينال بيدروس اللي كان. سمح لي نقاطعك هنا، ماتش روتور دابا اليوم وراه هادشي اللي هضرتي عليه ضروري ما غنتكلموا على الماتش غوتوغ الا ما جبدناش الماتش الي. لا ماتش الي داز في هاد الصور الجميله في هاد المستوى، واش الماتش روتور لا كونفيرماسيون واش ممكن يكون الغرور، واش ممكن البنات ديالنا عاوتاني ياخذوها على ليجير. وهذه شوف الخدمه ديال ستاف تكنيك اللي خصهم يجيريو البنات، لانه جو بونس با منير داك الشيء اللي وقع في لاكوب دي موند ومن بعد هذوك الضربات اللي جاو هنايا ديال لي ماتش اميكو بهذاك الحصص الكبيره، جو بونس غادي يكونوا تعلموا البنات من هذاك الدرس ديال واخا اون كوب دي موند بور لا بروميير فوا وداك الشيء، ولكن ما كنظنش انهم غادي يبقاو غاديين في نفس السياق. كنظن على انهم غادي ياخذوا المقابله لانهم ما منتصرينش، مازال خصهم يقدموا باش تكون ديك لا كونفيرماسيون ويكون ان شاء الله تاهل الدور الموالي باش يضمنوا نوعا ما يعني التصفيات ديال اولمبيات باريس، لانه مهمه هذه النقطه منير. علاش غتكون اون بروميير فوا الكره النسويه المغربيه انها تاهل اولمبيات، وراه حنا غاديين راه ايطاب باغ ايطاب. دونك ملي كتشوف انت راسك راك غادي مزيان في واحد لو شومان ديال غتشوف الكونفيرماسيون اليوم، ما نقدرش نحكموا على الماتش كيفاش غيكون بحكم انهم كاين انتصار في الماتش الي، لو غوتو خصهم يجيريو على انهم يعاودوا يسجلوا باش تكون لا كونفيرماسيون دو بلوس وتكون ديك الثقه ديال النفس اكثر باش يكون ان شاء الله نتيجه ايجابيه وتكون. دونك اليوم واش المنتظر هو غير تاكيد النتيجه والتاهل ولا تقديم اداء جيد؟ وخاص يكون توازن.
أو لا ما كانش أداء جيد مع نتيجة إيجابية. دايوغ كاين 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 واحد جوج ديال الأهداف في الجيب، خاص تكون يكون نشوفوا داك الصورة واخا شفناها مزيانة في الماتش علي، ولكن خاص تكون كونفيرماسيون وبوتيتر نشوفوا لاعبات أخرين يدخلوا يجربهم كما كنقولوا، حيت مدرب يلاه جا غيبغي يشوف التشكيله اللي دخل داك النهار غادي يبغي يعاود عاوتاني يشوف زعما باش تكون كونفيرماسيون نقدروا نشوفوا زعما شي تغييرات في الدقائق الاخيره ولا هذا، باش يشوف عاوتاني دي زوتر جوز اللي غادي يقدر يعول عليهم يعني في الماتشات الاخرين، وكيبقى اختبار ديال خورخي فيلدا عاوتاني. الماتش الاول ما يمكنش تحكم عليه. ايوا راه السيد دا كاس العالم، راه خصو يجي يدي معنا كاس العالم. وشوف دابا هاد الهضره هادي بلا ما تبقى تنز عليا بهاد لا والله الا مسؤوليه راه كنهضر معاك. لا 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 علاقه، هي من باب الدعابه منير، لا علاقه لانني كتكلم على لعيبات الدعابه، ولكن واش كتكلم لي على وحده داير بالون دور وكتقارنها لينا ولكن الانتظارات اللي من هاد المدرب الاسباني هو غادي الناس غيبقاو يتسناو هكا هكا، ولكن ماشي تسنى انه يخلق شي حاجه ماشي من الماتش الاول ولا الماتش الثاني. نشرح لك ببساطة الناس غيتسناو منه اكثر من رونالد بيدروس، وبالفعل راه حيت الا قلتي شي حاجه اخرى من غير هذه راه ما كايناش. واخا رونالد بيدروس نقولوا راه بحال دار اقصى ما يمكن ان يديروا منتخب نسوي اول مره يعني في المشاركه ديالو، فيناليست ديال كوب دافريك واخا نضمناها، ولكن فيناليست مع جنوب افريقيا كتبقى في التاريخ، ثم كوب دو موند وتاهل للدور الثاني. الدور الثاني دونك خاصو كما قلتي يزيد يكمل، ولكن ماشي من الدقه الاولى، وخاص لاعبات اللي ملي كتكلم على المنتخب الاسباني راه كتكلم على برشلونه، كتكلم على الريال، كتكلم دونك واحد لو تري تري او نيفو، دونك لا مقارنه منير. كتكلمي على فئات اللي كلهم شامبيون دو موند. شامبيون دو موند. وحنا في هذه الفئات نيت بعدا غير التذكير، المنتخب الوطني المغربي إقصائيات الألعاب الأولمبية غير البارح منتخب جنوب أفريقيا أول متأهلين للدور الثالث بعد ما فازوا على جمهورية الكونغو 2-0، والمباراة ديال الذهاب كانت سالات بواحد لواحد. اليوم مع الأربعة كاين نيجيريا مع إثيوبيا، المباراة ديال الذهاب انتهت بواحد لواحد. مع الأربعة ونص كاين غانا بنين، غانا فازوا على بنين في لاليب 3-0، دابا غادي يستقبلوهم. وركزوا مزيان على غانا وبنين، لان غانا وحتى نيجيريا حتى هما لا غانا والبنين واحد فيهم يقدروا احتمال وارد جدا. كاميرون اوغندا مع الخمسه ديال العشيه، اوغندا كانوا انتصروا في لاليب 2-0، كاميرون خصهم يذوبوا ذاك الفريق ديال دو بوت. نفس الشيء بالنسبه لبوتسوانا اللي كانوا خسروا مع تنزانيا في لاليب 2-0، واليوم غيلعبوا في كابرون مع الخمسه ديال العشيه، والمنتخب الوطني المغربي مع ناميبيا. الفريق الوطني المغربي في حالة التأهل وغادي يتأهل إن شاء الله، غيواجه المنتخب التونسي في الدور الثالث. تونس دازوا على حساب الكوت ديفوار، الكوت ديفوار انسحبوا من التصفيات، وإن شاء الله بعد مواجهة المنتخب التونسي وتحقيق التأهل غادي نواجهوا المتأهل من المباراة ديال غانا والبنين ضد زامبيا، لأن زامبيا هي تأهلت مباشرة للدور الثالث بعد انسحاب مالي. دابا الخصوم ديالنا باينين، كنظن تونس الدور المقبل سيور، تونس الدور المقبل، والدور الاخير بغانا بينين كنظن زامبيا هي اللي غادي. ولكن منير ما نستصغروش تونس، يعني رغم يعني الانسحاب ديال كوت ديفوار لا هو كيبقى دير عندهم واحد الفرق ديال انهم بعدا مرتاحين، ما لعبوا لا جو بونس لا ماتش علي لا ماتش غوتور، ما لعبوا لا ماتش علي لا ماتش علي، دونك هذه راه خداوها يعني واحد المساحه لانهم واش مرتاحين ولا مونك دو كومبيتيسيون ما لعبوش. هنا ما يمكنش تعطي واحد وجهه نظر، ولكن ديما خصك تلقى هذيك القضيه ديال انهم يقدروا يديروا شي حاجه وتاخذها بذاك الجانب ديال بوتيتر ارتاحوا وجدوا وكان عندهم الوقت يعني الكثير انهم يوجدوا، دونك ديما خصك تاخذها بهذا الجانب هذا. ولكن المغرب تونس كنظن حنا البنات ديالنا سوبيريور عليهم شويه، ان شاء الله يكون خير ارضيه الميدان ديك الساعه يكون خير الميدان يا حميدان كما يقول بيضودان ديما. المنتخب الوطني قبل من 20 سنه غادي يواجه منتخب غينيا في الدور الثالث ديال تصفيات كاس العالم اقل من 20، ولالي والروتور في المغرب بوزيتيف شي حاجه اللي انا بالنسبه لي القضيه ولات كدير ضغط. علاش الفريق الاخر هو اللي كيكون بعيد على الضغط، انت اللي عليك لا بريسيون، لاعب عندك انا كلاعب عندك كيقدر ما عرفتش. المهم بالتوفيق. شوف انا بالنسبه لي شي حاجه اللي ايجابيه انك لاعب في الارض ديالك
هي إيجابية وسلبية في جوج ديال ديال الجوانب. علاش؟ لانه من كتخرج وكت 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 كاين واحد السفر طويل، كاين واحد كتعود على هاد على هاد الاشياء، انهم فاش كيجيو دي كومبيتيسيون مثلا اللي خاصك تمشي فيهم كتولي مولف لي كونديسيون. هي عكس انك انت في ادوميسيل كتكون مرتاح، كلشي قريب ليك، الارضيه ديال ميدان الجماهير ديالك وداك الدفء ديال الجماهيري. هو الصراحه جوج سيف ذو حدين، فكنتمنوا اليوم التوفيق ان شاء الله، وكتبقى شي حاجه ايجابيه انك في ارضيه الميدان ديالك. غير دابا الدور الثالث، وكنظن باقي دور رابع اخير، عاد غادي تفرزوا كنظن ثلاثه ديال المتاهلات لكاس العالم اقل من 20 سنه. نتمنوا ان هذا الجيل هذا اللي كانوا في الهند ديال اقل من 17 يضمنوا التاهل لكاس العالم اقل من 20 سنه، وفي حد ذاته هذا هو تحقيق للاهداف المتوخات. ناخذ واحد الفاصل مستمعينا الكرام، من بعد غنمشيو للسوبر ليغ. الوداد بتونس لمواجهه فريق الترجي. نشوفوا غير الوداد، لانه ربما هذه شي حاجه اللي ما وقعتش لسنوات وسنوات. انا ما عندكش الوقت الا لا ريكوبيراسيون يومين بين كل مباراه ومباراه، ومصحوبه بسفر ودي ماتش كيف كيسميهم بالفرنسي اتونسيون ياك ولا دو تونسيون دو تونسيون ولا دانتونسيتي. لا 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 لا. فاصل ونعود. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادا اف ام. عبد الله دراسيم سيمونيس هو الموجه لكل ايمان طريقه لعب الوداد فرادس، واش هبط البلوك يلعب على المرتدات ولا يهاجم يطلع البلوك؟ انا ما بغيتش نجاوبك، انا جواب تقني اخويا عبد الله، حيت صراحه ما بغيناش نرجعوا للوراء ونبقاو نتحملوا عبء المباراه. انا اللي نقدر نقول هو الماتش ديال الروتور غيكون سهل من الماتش الي بالنسبه للوداد، والله اعلم، حيت الفريق التونسي جا لالي عنده واحد الهدف، انه على الاقل يخرج معاك باقل اضرار 0-0 ولا باقل الاضرار، وما كانش عنده ذاك لو بلون ديال غادي اللي ما خرجوه حتى من بعد تسجيل الهدف. في تونس لا، ما يمكنش يبدا معاك بنفس الطريقه هنايا، ولعابه الوداد عندهم ما يكفي من الفرديات اللي غادي يقدروا يستغلوا المساحات. المهم انا هكا كنشوفها والله اعلم. على اين الوداد بتونس الوصول كان البارح؟ شحال صعيب انك كتلعب ماتش وكتفكر في السفر، تراك خاصة الإداريين، أنت راك خدام في الماتش وكتفكر في غدا كاين قبل ما تدخل بعد الماتش، راه الأوراق الله أعلم، راه كيقدروا يوقعوا شي طوارئ. كان وقع واحد الطارئ البارح ولكن تم التغلب عليه في آخر لحظة، ومشكورين الناس اللي حلوا هذا الشيء. الوصول كان البارح حصة تدريبية أولية أولى، واليوم حصة تدريبية رئيسية في ملعب حمادي العقربي. لا غير السؤال هو كيفاش غادي يكون الاشتغال البدني، لان اللي غيدير الفرق في هذا الماتش ديال غدا هو العامل البدني. الى لاحظتي منير في الماتش اللي بانوا لك اللاعبين ديال الوداد المردود البدني ديالهم كان شويه ماشي ضعيف بزاف، ولكن كانوا كيبانوا لك راه ما راه نورمال راه. وهنا ذكرتها انايا قبل ما يتلعب الماتش، وقلت لك منير كيفاش الوداد او هاد الفرق هادو اللي مشاركين في هاد الافريكان فوتبول ليغ كيفاش غادي يقدروا يجيريو العامل البدني ديالهم، سورتو انهم ما مولفينش كيلعبوا بهاد لو ريتم ديال انك تلعب مقابله وثلاث ايام، يعني عندك سفر وتعاود تلعب. دونك هذا هو اللي غنقدر نقول لك الحاجز اللي غادي يقدر يكون عند فريق الوداد الرياضي في الماتش غوتور. شفنا الترجي حتى هما كانت عندهم الطائره يعني الليله ديال الماتش، يعني من ستاد دونور مشاو للمطار محمد الخامس. دونك هذه هي النقطه اللي داير عليها هذه البطوله هذه، ديال ان الماتشات كيتلعبوا في وقت اللي واجهز واللي ما معودينش عليه، ماشي فحال لا تشامبيونز ليغ كتبقى سيمانه ديال مثلا ديال الترتيب وديال لي زونترينمون ديال الراحه سورتو. ولكن شفت دي فيديو ديال بعض اللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي، سورتو لو مورال امونير الا كان مزيان فكيعطيك ديك القوه البدنيه، واخا غتقول لي لا ولكن انا كنشوفها هكا. لا ومهم كوم دابيتود انت هي لا هي لا مهم. لينا طارق قالت لك مالهم مسافرين على رجليهم؟ لا 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 لا. واش جربتي السفر لساعات طويله صعيبة في الطياره؟ صعيبه سورتو الا مسالي ماتش. راه تقدر تكون مسافر على رجليك يمكن اخف. رجليك راه كتحرك ماشي في واحد المهم على ايه كاين عيا مسالين ماتش منير وماتش اللي مهم، راه ماشي شي ماتش اللي شفنا كيفاش. وما تنساش سي طارق عاوتاني لا فاتيك مونطال راه كاين، سيرتو شي لعابه اللي ما عندهمش تجربه في هذا الشيء راه غيعيا مونطالمون. ماتش قاسح اليوم ومن بعد يومين كتقول لي راه بلاتي ما تنعش راه هكا باش كيتبناو غتفيق وغادي هادشي باش كيتبناو الابطال منير. الا ما كانش هاد لي كومبيتيسيون البطل كيخرج لك راه شحال من واحد كيريب في هادشي، لان
ما قادرش عليه، ولكن الا كانت عنده لا غرينتا ولا راج دو فانك غادي يكون بطل. دوكا قال لك مشكل الوداد وغياب كرسي البدلاء، واش فعلا كرسي البدلاء فعال؟ انا ما كنظنش. كاين لاعبين اللي يعني تقدر تحيد اي واحد رسمي وتلعب لاعب من هاد الكرسي البدلاء اللي قلت. لا جو بونس كاين اختيارات كثيره عند عادل رمزي. المشكل عند عادل رمزي هو الاختيار في ذاته، هو لدرجه انه ما كيبقاش ستابل على بعد لي بوست اللي ولينا كنشوفوا. انا الحمد لله ولينا كنشوفوا دابا ابو الفتح يعني في لو بوست ديالو مع حركاس كيبان ليا واحد لو بينوم اللي مهم قادي الغرض كما كنقولوا، وغير هذاك لا ستابيليتي هي اللي غتقدر تخليهم انهم يكونوا يعني مزيانين. او نيفو ديال لاطاك ولينا كنشوفوا الشرقي البحري ومرة سامبو في لي كوتي كنشوفوا اوناجم اللي دخل يعني في لا بروميير مي طون في الماتش الي. دونك كاين لو شوا بزاف. اي دايور قالها هو يعني عادل رمزي قال يعني ما 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 مازال ما لقيتش هذيك التوليفه اللي خصني نكون عليها ستابل. ولكن شوف كان مشكل في او نيفو ديال لا ديفونس. جو بونس لقى ليه دابا الحل سوا ديزون في غياب فرحان ويعني هذا هو المشكل اللي كان. انا نظن ما تحكميش على لا ديفونس، ما حد مازال الوداد ما طاحتش الفريق اللي ضاغط عليها. ومنير ماتش علي خويا ما شتيش، ما كانش ضغط كبير، ولكن هو راه الا جينا في لا دوزيام ميتون الا جينا بلغه الارقام بهذه اللغه ديال شحال من مره وصلوا شحال من مره، راه داك شويه اللي تحركوا راه كانوا شكلوا فيه خاطر. كانوا خاطر، عندك الحق، عندك شويه اللي تو روجوان. علاش؟ لانه هما اصلا جايين بواحد العقليه ديال انهم ما باغينش نهائيا الا جا شي بيت الحمد لله، الا جا شي كونتر وتسجل عليه هذاك الهدف راه الحمد لله، مي الا شفتي واحد لو بلوك كيفاش كان لور باغين يخرجوا باقل الاضرار من مركب محمد الخامس. سيمو والترجي وحنا جايين، شو احنا جايين راهم تما راه وصلتو. حاتم اشبار مره اخرى، وعلى برزوق علاش ناض عليه هذا الضغط راح يتخرج من التحليل بين سمو دابا. صافي اسمح لي السي حاتم، اخر تدخل لا كنبغي زعما نشوف الى اي حد صديقنا غيستوعب هذا الراي والراي الاخر، ومازال غادي. لا ميمكنش. الله يكمل بخير اخويا حاتم، شكرا. عبد القرمات يبان لي شي اخبار خويا، الاخبار راه كاينه، كياخذهم هذا وياخذهم هذا وياخذهم هذا، ما كاينش. الا بغيتي تتبع حتى دوك اللي الوفيات كيكتبوا فيها عاجل وفاه فلان، الا بغيتي دير بحال هكاك ما كاين حتى شي مشكل. ما الاخبار متاحه، البلاطو ها هو باللون الاحمر، راه غادي يشوفوا هذا وغيشوفوا هذا وغيشوفوا هذا. ماشي ضروري الا شفتو انا احمر وغنقول راه احمر راه خديته من عند الاخر اللي قال حتى هو احمر. نو والفهم يفهم. سي العبداتي تحية لك اخويا. احيانا يمر مسؤولون مع صحفيين، اييه، كيدوزوا عليهم رسائل ومعلومات مغلوطة او منفوخة غير لقصور الصحفي وقلة تجربته. احيانا في بعض الاحيان انت راه جاوبتي، الذكاء كاين عند المسؤولين اللي كيخدموا في هذا الشيء. هو الصحفي ملي غيكون غيحاور شي واحد خصو ياخذ ما امكن الاحتياط ان ما تدش عليه رسائل، يعني يكون ضابط الشغل ديالو. اما الا تلاقيتي مع شي ماكر او لا شي سياسي، راه داك دير معاه اللي درتي، دير ليه الماركاج اللي بغيتي، ماركاج دو زون، ماركاج انديفيديوال، غيدوز. هادشي اللي كيوقع، خاصك تكمل الفكره ديالي. لا خويا قريتها ما فيها ما نكمل، اسمح لي السي حاتم. والله ماشي مصادره الراي، ولكن حيت غنبقاو غادي كنحركوا في نفس المرميطه بلاش. ماشي تقرا غير الاول، اي راه انا قريت الاول ولكن وصلت غير الاول، انا شفت، انا قريت كل شيء، ما كاين حتى شي تغيير على داك الشيء اللي حنا غاديين فيه. غير دابا غير كتزيد تضيع الوقت اخويا حاتم. راه شي شوف، راه شي فكره اخرى، الله يجازيك بخير. بخصوص البطوله الوطنيه، امتى غادي نشوفوا البطوله بدون تضيع الوقت بالتظاهر بالاصابه وتضيع الوقت؟ ما عندك ما دير سي هام مور. البطوله ديالنا هكا. البطولة ديالنا هكا، حنايا ديما حنايا كيما هكا، لاكسون مراكشية، حنايا كيما ديما هكا. يوم أمس العفو على البيضي من العقوبة، لا ندري على أي أساس. اليوم التلميح لتبرئة الحذاوي، ما كنظنش، مازال أخويا الاستئناف هذاك الشيء.
هذا البيض منير اليوم كاين جمع عام استثنائي في والله العظيم. عندك شي اخبار اليوم؟ والاخبار اللي كاينه هو باغي يعني تكون استقاله ديال بويدي وغادي يكون مكتب مديري جديد. هادشي اللي كاين على الساعه السادسه في الملعب البلدي برشيد. تنشوف واش غادي يدوز. فهمتش انا هو البيضاء اللي جاب لهم لي 3 بوان الاولين في البون دو توش جديد. ما عرفتش اش بغاو. هو اللي بريبارا لهم في المرحله ديال التوقف. واش بغيتو؟ حميد يعقوبي واش ما وقع لجمهور الترجي في الدار البيضاء صحيح ولا غير حمله اعلاميه تونسيه؟ خويا الحمله انا ما نهضرش عليها لان هذاك الشيء زايد على القياس ومتوقع. ولكن ما وقع فيه شيء من الحقيقه. وقعت شي حاجه خويا واللي نتمناوها ما تبقاش توقع. ولكن منير اسمح لي لقطعتك للاشاره راه ماشي نهار الماتش راه سيتي با لو جو. نهار الوصول نهار الوصول. الليله الليله اللي قبل من الماتش وبعد نهار اللي وصلت واحد الفئه ديال الجماهير محسوبين على الجماهير اللي ما كانوا لابسين حتى شي. لا ما كاين لا محسوبين لا والو هذوك مجرمين. فوالا اللي محسوبين على الجماهير اللي باغيين يردوا راسهم جماهير ما محسوبين على حتى شي فريق كنظن الله اعلم. بصحتكم الصالير واخا دغيا كيطير الشهر كيجي بحال مشي الحال زوج باقي ما خديناش اخويا الله يطرح بركه. صافي المهم ياسين بونو تظلم في هذه الجائزه ديال البارح عيب ما يكونوش مغاربه في هذا الحفل بخصوص حكيمي. تكلمنا عليه. اين التحكيم المغربي من السوبر ليغ الافريقي؟ كاين في الفار سي محمد كاين الساعه ديال الزراق وكاين كنظن كاين معاه شي واحد اخر كاين في الفار زراق هذا الشيء اللي كاين. وغادي تشوف التحكيم المغربي في كأس العالم قل من 17 ما كاين حتى واحد. وغادي تشوف ان شاء الله في الكان نسأل الله العافية. شكون هذوك البنيتات اللي لعبوا ضد جنوب افريقيا فوزنا عليهن بجوج لصفر لعبات واعرة تبارك الله باين على ايمان تورية. واش راح لينا؟ دبري معاه هو قال لك باين على ايمان توريه. هذوك لاعبات المنتخب الوطني ديال اقل من 17 سنه. سنه مع يونس ربيع هما اللي كانوا الاغلبيه ديالهم هما دوك البنات اللي كانوا فيناليست ديال افريكان سوكر سكول في تنزانيا هما اللي بقاو في الفينال واغلبيتهم تلميذات ديال ثانويه عمر بن الخطاب. وهما دابا اغلبيتهم اللي طلعوا معاهم لاعبات محترفات في الخارج وهذا الجيل عاوتاني نتمناو يوصل كاس العالم قل من 17 سنه والله يهدي الكاف دير منافسات ديال الفئات الصغرى ديال البنات بحال المنافسات الصغرى ديال هذا هو الجيل ان شاء الله ديال الفوتسال باذن الله. وعلى اين؟ حنا على ذكر الفوتسال بعد قليل ان شاء الله بعد الفاصل ديال الساعه الثانيه نتائج البطوله الوطنيه في الدورتين 6 و7 ثم المنتخب الوطني المغربي الاول في تربص اعدادي وعنده 4 ديال المباريات تحضيرا لمنافسات كاس افريقيا ما تمشوش بعيد. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شذا اف ام نجدد التحية والترحاب بكم مستمعينا الكرام في الجزء الثاني من حلقة اليوم. الفوتسال وقبل ما نمشي لنتائج البطولة الوطنية وكذلك المنتخب الوطني الأنظار اليوم تتجه لقاعة صادق الشاوي بالقصر الكبير مباراة ودية في خروج آخر للمنتخب الوطني قل من 23 سنة مع المدرب عادل الساح غيلعبوا مباراة ودية مع منتخب بلجيكا في 5 ديال العشية. الجديد هو انه مباراه ما غاديش تلعب فقط غير هاوي كلوف مركب محمد السادس غتلعب في قاعه في القصر الكبير قاعه اللي كينتمي لها واحد الفريق من المتصدرين دابا ديال البطوله اللي هو لوكوس القصر الكبير قاعه اللي يلاه تفتتحت مؤخرا وتم تسليمها للفعاليات ديال المدينه باش يتلعبوا فيها مباريات فنتمنوا الحضور الجماهيري يكون مزيان غادي يكون منقول مولاي غيكون نقل تلفزيوني الحمد لله اعلنت على ذلك قناه الرياضيه من خلال الوسائط ديالها واش غيكون منقول الساتيليت ولا على الوسائط يعني المهم غتكون منقوله هذا هو المهم. مباراه ديال المنتخب الوطني قل من 23 اللي كاين لاعبين اللي كيلعبوا في بريمير ديفيزيون ومنهم لاعبين اللي غادي يستعان بهم هشام الدكيك في المعسكر المقبل لمواجهه ليبيا. الشيء بالشيء يذكر بعدا قل من 23 في قاعه الصادق الشاوي في مباراه منقوله امام الجمهور انا جاتني حاجه زوينه والله الا صافي بليزير امونير دايوغ من ولينا كنشوفوا لي او 23 ديال الفوتسال اللي غادي يكون منقولين. علاش انا سولتك على واش غيكون نقل ولا لا لانه مي كتشوف هاد الفئات هادو اللي واحد الوقت ما كانوش نهائيا كنا جوست فوكاليزي على لا فيترين ديال ليكيب ناسيونال فئات صغرى اللي غادي يكونوا هما لا غوليف ان شاء الله ديال ليكيب ناسيونال. والله الا صافي بليزير انك تشوف بحال هاد المقابلات هادو منقولين لاعبين غادي يكون تحفيز
ديالهم اكثر انهم غادي يتشافوا من طرف الجماهير باش يعزوا صفوف ديالهم داخل المنتخب الوطني المقبل. وما كاينش شي كومبيتيسيون اخرى من غير يعني افريكان يعني المباريات الوديه فقط والمشاركه في الدوريات الا كانت الدوريات. هذا هو المشكل اللي كاين، داك لو مونك ديال لا كومبيتيسيون. ولكن من بدينا بهذه البدايه هكا ماشي مشكل، وان شاء الله يعني يكونوا مبادرات اخرى باش البطوله الوطنيه ديال الفوتسال حتى هي تولي تنقل، باش كما دائما كنقولوا نمشيو لهذاك الماء العاكر ديال 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 البطوله الوطنيه. لما يكون نقي لا واحد عاكر دابا انت ديما كتقول دابا شنو جيتي قلبتي لي في في الموقع ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم مشكورين، بغاو يديروا اعلان على المنتخب الوطني قبل من 23 واللائحه، داروا المنتخب الاولمبي للفوتسال. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما كاين مشكل، شوف ما كاين بس اهم حاجه هي اللائحه. المهم اللائحه كاينه، المهم اللائحه كاينه، كنتمنوا لهم التوفيق. هذا بخصوص المنتخب الوطني ديال قبل من 23. المنتخب الاول راه داخل في تربص اعدادي مع هشام تكيك، تربص في اربع ايام غيسالي نهار الجمعه، ولكن تكتم على اللائحه ما نشرهاش الموقع ديال الجامعه، فقط الانديه هي اللي كتعلن على بعض اللاعبين اللي تم الاستدعاء ديالهم. كاين فقط اللاعبين المحليين وماشي من دوك اللاعبين اللي موالفين كيتم استدعائهم للمنتخب الاول، يعني عناصر جديده. وكنظن هذا تربص عفوا تربص داخلي للبحث على لاعبين اخرين. في الوقت اللي في هذا الشهر في نوفمبر ما بين 20 و 25 غتكون اون دوبل كونفرونتاسيون مع ليبيا. علاش 20 و 25؟ لان البطوله غتكون ملعوبه، ما غاديش توقف البطوله الوطنيه، غيتلعبوا لي دو ماتشهم لي دو ماتش اميكو باش ما يخلقوش الطيره في البرنامج ديال البطوله. وغادي تلعبوا مع المنتخب الليبي، المنتخب الليبي اللي تحت اشراف المدرب الاسباني ريكاردو نيغيز. عندهم واحد اللاعب اللي كيلعب في نهضه بركان من خلال اخر تربص اللي داخلين ليه. فالمنتخب الليبي يحاول يرجع الصوره اللي كانت عنده في البطوله الافريقيه. فهذه مواجهه ديال المنتخب الوطني. اما في شهر ديسمبر كاين جوج ديال المواجهات، فين؟ في اوزباكستان في طشقنت مع المنتخب ديال اوزباكستان اللي هو اللي غيكون محتضن كاس العالم المقبله. وجوج ديال المقابلات اللي غادي يحضروهم كاع اللاعبين، يعني التشكيله الاساسيه ان شاء الله نتمنوا يكونوا في صحه جيده في هذيك الساعه. والغرض قال لك هو التعرف على اجواء اوزباكستان، القاعه، الاجواء، الديكالاج هورير قبل من لاكوب ديال قبل مزيان. واحد يفكر ما كتشوفش يعني هاد لي طاب مدروسين منير. انا ما غاديش نتناقش مع هشام تكيك في هادشي، انا غير الراي هو من الاحسن اننا نركزوا بعدا على البطوله الافريقيه هي الاولى. مزيان من بعد ديسمبر يركزوا على البطوله الافريقيه ونوعيه الخصوم اللي غادي يلعبوا معاهم. حيت انا راك غتلعب مع غينيا الاستوائيه، غتلعب مع زامبيا كتبريباري، غتلعب مع ما عرفهمش كيفاش دايرين. المنتخب الجزائري كذلك راه ماشي مكتوب في الايدي، راه كيحاول انه يستعان بواحد المجموعه ديال اللاعبين جزائريين من اصول جزائريه في اوروبا. يعني كاين واحد المنتخب المصري ما نهضروش عليه، هذاك ديما غادي يبقى غتكون هاد النسخه شويه صعيبه، ولكن المنتخب المغربي كيف ما بغات تكون الامور اعلى من حيت هو اللي خدام دابا، هو اللي كيلعب ديك السيروره باقي الناس خدامين. فهذا باختصار هو وانا عجبني، اسمح لي قطعتك منير، عجبني داك التصريح اللي كان البارح في البرنامج ديال 100% فاغ ديال هشام مسرير. اييه مع هذاك الشامبيونز ليغ فكرنا به، الله يعطيك الستر. هذاك هشام مسرير، سفيان مسرير، ماشي هشام مسرير، تحيه للمنشط هشام مسرير. سفيان مسرير في حوار مع فوتسال زون، هذا موقع فرنسي متتبع للبطوله الفرنسيه وكيديروا حتى نقل المباريات. هضر مع سفيان مسرير على المشاركه ديالو مع ايطوال لافالواز الفريق ديالهم في تشامبيونز ليغ، وكانوا مرات تاهلوا للدور المقبل وكانوا لعبوا مباراه قويه مع 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 بنفيكا. سولو قال لهم بعد قبل واش زعما واش كنتو متخوفين من بنفيكا كنتو كتعرفوا؟ سفيان مسرير جاوبوا بكل ثقه، قال لي حنا ديزانترناسيونو، راه معنا ديزانترناسيونو اللي لعبوا كوب دي موند، لعبنا مع البرازيل، لعبنا مع الارجنتين، كنعرفوا اللعابه البرتغاليين. هذه اللي عجبتني، كنعرفوا اللعابه البرتغاليين واخا ما عمرنا ما لعبنا مع بنفيكا. حاجه شوف جواب في محله ما تكالش غير هكاك دابخي ليكسبيريونس ديال هذا اللاعب هذا مع هاد المنتخبات الكبار، راه سو سون دي كرون ناسيون، دونك برافو ليه. والله لحقنا لهاد لي كرون ناسيون يا ربي امين. وغادي نقول عاوتاني واحد القضيه اخرى، انا من بين الدروس اللي بغينا نستخلصوها في الترشيح الثلاثي مع اسبانيا والبرتغال،
راه ما كرهناش تكون اشاره للقائمين على الرياضه في المغرب ولا كره القدم ان الجيران ديالنا الرياضيين راهما هادو هما اللي كنتقاسموا معاهم لاديان ديال الكره ديال الشغف ديال المتابعه ديال انا بغيت يمشيو حتى على مستوى لو كونتينو ديال التكوين في اسبانيا التكوين في البرتغال ما فيها باس لان الاجواء علاش اللعابه المغاربه ديالنا كتعجبهم الاجواء في اسبانيا وفي البرتغال يمكن كيلقاو داك التقارب علاش البرتغاليين ولا الاسبانيول في المغرب كاين واحد المشترك عندك الحق ف كاين واحد النموذج اللي خديناه من شحال هذه وحنا مازال غاديين به كنظن بركه نقلبوا شوفوا شي جهه اخرى الا كان فوزي القجع من هذا الجانب جاب مدرب اسباني المنتخب النسوي وجابوا مدربه اسبانيه المنتخب النسوي ديال الفوتسال الا كانت هذه هي البدايه دونك هذه استراتيجي اللي عندك الحق منير لانه هاد الجيران هادو اقرب لي كولتور ديالهم راه مي كتمشي مثلا لتطوان ولا سميتو راه كيبقى لك واحد المسافه اللي صغيره جدا لانك تكون في اسبانيا دونك داك التقارب بزاف وداك التلاحم مع هاد الجيران ديال بصح كنظن على انه خصنا نبدلوا العقليه ديالنا لهاد الوجهه هذه وغتكون ناجحه 100% هذا رايي لا يلزم احدا نقولها لا نقولها بكل صراحه انا بعدا متفق بارك علينا النموذج الفرنسي في كره القدم استهلكناه بما فيه الكفايه حتى او نيفو دو فورماسيون البرامج اللي ما عطاش 100% شوفوا اسبانيا بورتغال هما حدانا ونتمنى لاسون اللي كيتنفسوا كره القدم وكنتشابوا معاهم في بزاف ديال الحوايج عرفت واش باقي الوقت باش نعطيو النتائج ديال البطوله الوطنيه للفوتسال تلعبوا جوج ديال الدورات الاسبوع الماضي نبداو بالدوره السادسه واللي عرفت نتيجه كبيره فوز لوكوس القصر الكبير على اولمبيك تطوان ب 14-0 ثم نهضه الزمامره اللي جاب التعادل من ميدان صقر اكادير نهضه الزمامره الصاعد للقسم الاول مع صقر اكادير 2-2 شباب الوفاق كذلك للتعادل مع شباب محمديه حامل اللقب 2-2 فوز شباب علم طنجة على نادي بني بوعياش حسيمه 6-2 هزيمه دينامو القنيطره مع فتح سطات 5-1 اجاكس تطوان امل تتملي 1-1 اسود الخبازات رجاء اكادير 0-0 شباب خريبكه دينامو القنيطره 1-1 بالنسبه للمباريات ديال الدوره 7 اللي تلعبوا نهار الاحد فتح سطات اسود الخبازات 2-2 ديربي ديال القنيطره بين دينا القنيطره ودينامو القنيطره الفوز ديال دينا القنيطره 8-6 نهضه الزمامره فاز على شباب خريبكه في مباراه محليه فاز عليها 4-2 مباراه محليه غادي نشرحوا علاش مباراه محليه نهضه الزمامره وشباب خريبكه لان في الاصل نهضه الزمامره هو فريق مولوديه خريبكه وبعد الاندماج فريق نهضه الزمامره ومازال كيستقبل في خريبكه لان نهضه الزمامره فاز في قاعه مولاي يوسف في خريبكه على فريق شباب خريبكه رجاء اكادير نهزم امام لوكوس القصر الكبير 3-0 اولمبيك تطوان خسر مع شباب الوفاق 5-1 امل تطملي خسر مع صقر اكادير 5-4 ونادي بني بوعياش خسر مع شباب محمدي 4-1 شباب علم طنجة تعادل مع اجاكس تطوان 3-3 الترتيب بعد مرور 7 ديال الدورات لوكوس القصر الكبير وشباب علم طنجة في المركز الاول اذا الصداره شماليه متبوعين ومطاردين من شباب محمديه في المركز الثالث 17 نقطه ثم صقر اكادير في المركز الرابع ب 16 نقطه كنظن هذا هو الرباعي اللي غادي ينافس بقوه على لقب البطوله شباب محمديه غتعذب هذا الموسم هذا مش غتعذب ولكن لقات منافسين من العيار في انتظار عوده بعض الانديه الكلاسيكيه بحال فتح سطات اجاكس تطوان المركز الخامس 12 نقطه مع نهضه الزمامره اسود الخبازات المركز السابع ب 11 نقطه شباب خريبكه المركز الثامن 9 نقاط دينا القنيطره المركز العاشر 8 نقاط فتح سطات المركز 11 7 ديال النقاط امل تتملي المركز 12 4 ديال 5 ديال النقاط المركز 13 دينامو القنيطره مع رجاء اكادير 4 نقاط نادي بني بوعياش الحسيمه في المركز 15 بجوج نقاط والمركز 16 اولمبيك تطوان بصفر نقطه هذا الترتيب ديال انديه الفوتسال وفي حلقه مقبله ان شاء الله نديروا واحد الجوله حتى على منافسات القسم الثاني كاين دو كاتيجوري ديال الانديه كاين الانديه الجمعيات ديال الفوتسال فرق المختصه في الفوتسال ثم كاين الانديه المحترفه اللي دمجات وخلقات فروع ديال الفوتسال بحال الرجاء اللي عرفنا القصه ديال السنه الماضيه خلق او فريق الفوتسال ثم نهضه بركان كنلقاو سطاد اتحاد توارقه وحتى فريق الدفاع الحسني الجديد ان شاء الله مستقبلا غنديروا لهم اطلاله لمتابعه اهم المستجدات ديال الفوتسال المغربي فاصل ثم نعود مستمعينا الكرام هذه المره غنرجعوا للفوتبول 11 نشوفوا البطولات القسم الثاني ونتائج الدوره اللي تلعبات هذا الويكاند انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام كاين بعض التعليقات في هذا الشيء اللي فتحنا قوس ديال اسبانيا بورتوغال وكاين تحيه بعد السي عمر فليو اللي كيتواصل معنا دائما عرفتي عطاني جوج ديال السميات
قال لي بيدرو ميغيل كاريرو ريسينديش هو ديريكتور جينيرال ديال لا فيديراسيون بورتوغيز وهضره لعب مع النيبت بيدرو ميغيل ثم امبرتو كويليو فيس بريزيدون دو لا فيديراسيون بورتوغيز امبرتو كويليو مدرب سابق للمنتخب الوطني المغربي احنا راه اشقاء كاين واحد السيد هنا اللي دو كونت سميتو مغاربه العالم قال لك لا للانبطاح شكون انبطح السي الانبطاح وعقده الاجنبي انا افتخر بالمغرب دابا ما تبقى تزيد علينا حتى مغربيت مغاربه العالم وغنحبس هنا ما بغيتش نوصل معاك لشي حوايج اخرين خارج نطاق الرياضه حنا عطينا راي رياضي ايمان هضرات على الجيران الرياضيين هضرت على التلاحم بهذه العباره اللي قلتي الرياضي ما هضرناش على شي حاجه اخرى ولا للمزايدات الله يجازيك بخير مغاربه العالم سي منير علاش العصبه الاحترافيه ما تفعلش خاصيه المقدم داخل الفرق المغربيه تكون عنده سلطه الاخبار اللي بغى يرتكب شي مخالفه ولا ارتكابها كاع كل شيء يكون عارف الاخبار والله شوها ملي كاين العون القضائي العون القضائي راه موجود بعدا ثم واحد الورقه ديال التحكيم الالكترونيه فين غبرات لا موجوده والدليل هو كاين واحد بلغ اخير ديال العصبه الاحترافيه في الموقع ديالها يعني في اطار الديناميه التي تعرفها كره القدم ومواصله الاوراش التي اطلقتها الجامعه والرياده على المستوى القاري العصبه كتقول لك راه استكمالا لمسلسل التنزيل والتفعيل ديال المشاريع التنمويه شو العباره قداش استكمالا لمسلسل التنزيل والتفعيل للمشاريع التنمويه من طرف العصبه الوطنيه الاحترافيه في اطار استراتيجيه الرقمنه سطر لي على الرقمنه بعد العمل بورقه المباراه الرقميه منذ بدايه الموسم الرياضي الحالي بمعنى انها راه كاينه الموسم الرياضي الحالي هذا اعلان رسمي ديال العصبه راه كانت من ذاك العام لا ولكن ما كانش شي بلاغ رسمي اللي كيقول راه كاينه العام اللي فات توقع داك الشيء اللي وقع دابا الاعلان الرسمي على انها كاينه ثم قال لك انطلق العمل بالمنصه الرقميه للعقود الرياضيه المنصه الرقميه انطلاقا من مرحله الميركاتو الصيفي وتم انشاء منصه رقميه لتسجيل العقود الرياضيه دون الحاجه الى وضع نسخ منها باداره العصبه الوطنيه يعني التسجيل ديال العقود كيكون غير اونلاين بحال هكا والعصبه الاحترافيه قالت لك تعلنوا عن تفعيل مشروع تسليم الرخص بدايه من الفتره المقبله للانتقالات الشتويه تسليم الرخص كتلقى دائما الاداري هو اللي كيمشي لمقر العصبه باش يتسلم لي ليسونس دابا لقاو لهم واحد الطريقه قال لك ستسهل مأمورية التدبير الإداري للرخص سواء تعلق الأمر باللاعبين أو الأطر التقنية ستوضع آلات الطباعة المخصصة لهذا الغرض رهن إشارة الأندية مع الرمز الخاص لكل نادي عرفت هادشي اللي كتقولها منير هما اللي قالوا ضخم ماشي انا اللي قلت هما اللي قالوا انت كتقرا حاجه مزيانه مزيان حنا بحال هادشي نمشيو فيه وفوقاش غيتم تفعيل هادشي شوف تعلن هذه الاخيره عن تفعيل يعني بتاريخ صدور البلاغ السبت 28 اكتوبر تعلن عن تفعيل الات الطباعه باش كل فريق يطبع لي ليسونس ديالو تما مع الكود ديالو ما عرفتش انا كيفاش كتم هاد القضيه بلا ما يمشيو حتى لمقر العصبه هذه حاجه في انتظار ان شاء الله انه نوصل شي حوايج اخرين ان شاء الله حنا ما كرهتش انا توصل العصبه يولي عندها هي لي كارد ريجي ديالها ديال لا برودكسيون ديال لي ماتش وهي اللي تبدا تعطي السينيال للقنوات يمكن هادشي راه شي جيران ديالنا حنا راه داروا كارد ريجي ديالهم ومخدمين الناس ديالهم هما اللي كيديروا لا برودكسيون ديال لي ماتش بلا شارت اللي بغاو السلام عليكم نتمنى لكم كل خير راكم عزاز شكرا لك الفرق بين الثلاثي البرتغال اسبانيا المعقول المغرب دريس قادر يوضح ليا زعما شكون اللي فيه النيه شكون المعقول وشكون النيه والمعقول عطيني وضح ليا باش انا عاوتاني نلقى كيفاش نجاوب لا كاليتا ما فهم سيمو مع من كتهضر اخويا كل شيء ما فهمناش تحيه الاصدقاء نذكركم برقم الهاتف للتواصل 05 22 36 05 36 ابلاتي مغاربه العالم عاوتاني ممنوع الكتابه باللغه الاجنبيه في حضره المغاربه الاحرار لما تسال اصحاب التعاليق ما يكتبوش بالحروف التي داكور السي مغاربه العالم وا منير شحال غنبقى نقول لك انا وفخر الدين وا منير خلينا مزيان راه شوف مزيان اعرف مع من تتقاسم هذا الهواء الرقم الهاتفي هو 05 22 36 05 36 مرحبا بالجميع دوزوا المنافسات القسم الثاني ايمن يا وبغيت نقول واحد الخبر ولكن تنسالي هو الاول دابا نيت وكنا فاز زعما خير على منير الجعواني من بعد ما تكلمنا هنايا في استوديو
وسولناه فين وصلتي قال لينا راه باقي هاد الساعه ما كاين والو، ولكن كاينه شي حاجه في الدار البيضاء. انا ملي قال الدار البيضاء عرفت انا هو راه اوفيسيالمون مع النادي اولمبيك خريبكه بالمدرب المساعد عثمان العساس. عثمان العساس العساس، دونك تجربه جديده للمنير الجعواني اسبيرون ان شاء الله خلفا لمولود مذكر. مولود مذكر وهذا التغيير الثالث كنظن في انديه القسم الثاني بعد مراد فلاح في الجمعيه السلاويه، بعد اولمبيك تشيرا مصطفى اشريف ما بقاش ولا يوسف اشامي. شكون اخر باقي؟ كنظن هادو اللي رجاء بني ملال. رجاء بني ملال بعد الانفصال على رضوان العلالي كاين محمد البكاري هو اللي غادي يكون مدرب لفريق رجاء بني ملال. النتائج ديال الدوره 8، الكوكب المراكشي المتصدر كيتعادل داخل الميدان مع الراك 2-2، اولمبيك خريبكه كاين هازم مع النادي المكناسي 1-0، رجاء بني ملال تعادل مع ستاد المغربي 2-2، شباب بن قرير نهزم امام الاتفاق المراكشي 1-0، وداد فاس نهزم امام سريع وادزم 1-0، اولمبيك تشيرا فاز على شباب المسيره 2-0، الجمعيه السلويه فاز على شباب اطلس خنيفره 2-0، الاتحاد الاسلامي الوجدي فاز على الدفاع الحسني الجديدي 0 لمثله. الترتيب الكوكب المراكشي دائما في الصداره عنده 19 نقطه، لعب 8 ديال المباريات، حقق 6 ديال الانتصارات، تعادل واحد وهزيمه واحده. متبوع بالنادي المكناسي والدفاع الجديدي في المركز الثاني ب 14 نقطه، ستار المغربي في المركز الرابع 13 نقطه، شباب بن قرير في المركز الخامس ب 12 نقطه مع شباب اطلس خنيفره إضافة الاتحاد الإسلامي الوجدي. المركز الثامن سريع وادزم والاتفاق المراكشي 10 نقاط. المركز العاشر شباب المسيرة والوداد الفاسي 9 نقاط. المركز 12 رجاء بني ملال أولمبيك تشيرا الراك 7 ديال النقاط. المركز 15 أولمبيك خريبكة 6 نقاط. والجمعية السلوية في المركز الأخير ب 5 ديال النقاط. ما عرفتش واش معنا شي متصل لحد الساعة. أميمة ما دايراش خدمتها أميمة. أميمة والمهدي بجوج. أميمة والمهدي ما دايرينش. كاينين بجوج ما كاينش. ثنائي المالي. 05 22 36 05 36. مرحبا بكل الأصدقاء وكل المتتبعين. الله يهديك أسي مغاربة العالم. هشام مالك خويا منير هضر ولا استضاف إطار حرمة الله؟ واخا حي الاستضافة. نهضر شنقول؟ نهضر في بلاصة حرمة الله. لا سي حسن حرمة الله كيهضر على راسه هو. وان شاء الله غادي يكون واحد من الضيوف ديالنا بحول الله. سلام اخي منير، التنقيب وتكوين يكون واجدين المحافل اللي غيستضفوا. اي اخويا انا متفق معك السي مصطفى الادريسي، هو التطور خصو يكون في جميع عند جميع المتدخلين، ماشي بالضروره التنقيب، ولكن غير نعرفوا بعداش من ستيل حنايا بغينا اشنو بغينا من هذا الشيء ونقلبوا على لي مويان اللي غادي يحققوا لنا هذا الشيء اللي بغينا نوصلوا ليه. معنا اول متصل السي عبد الله من اكادير. مرحبا بك السي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف داير السي منير والاخت ايمان؟ الله يبارك فيك السي عبد الله. الحمد لله. شكرا لك السي عبد الله. ثاني استاذ السي فخر الدين. هو الغايب حجتو معاه. كنسلم عليكم بزاف. الله يحفظك السي عبد الله. وكنتمنى التوفيق للوداد البيضاوي غدا. ان شاء الله. ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله ما يفكروش يدافعوا حيت الوداد ما عندهاش الدفاع، يعني كنفضل يديروا الدفاع متقدم ويهجموا، حيت اذا دافعوا راه غادي يخسروا دغيا، يعني إذا دازت غير 30 دقيقة ما تسجل عليها الهدف راه كلشي ربح، حيت هما عندهم الدفاع ضعيف بزاف، خاصة أنا أبو الفتحة ما يقدرش يدافع، يعني أنا كنتعجب علاش ما كيلعبوا هذاك زهير مترجي وفرحان، هذا الشيء فرحان كون عطوه وقت كبير. ومازال فرحان السي عبد الله فرحان راه لعب ماتشات مع رمزي، زهير مترجي راه ما عرفتش شنو المشكل عنده. كان حاضر في لي زونترينمون الآخرين بالحق غير كمتفرج. ما كيلعبش مع رمزي. ما كيلعبش نهائيا. لا هو لا باعوش يعني فرحان باكي سامح في الهجوم، ثانيا واخا هذاك ابو الفتح تلعب شويه ولكن في الاخر تيدير اخطاء، يعني كيدير خطا فادح ماشي بحال هذاك ملي كان الركراكي كان فرحان مزيان. او سيدي وكنتمنى التوفيق للجميع وكنشكركم بزاف وكنسلم على كمال راه واو الصراحه في كثير في مراكش يطلق على الاسم كمال، والله الا كيعجبني هذاك كمال بزاف. راه كمال راه باين لي حيت معتصاحب مع كاع المستمعين وقيلا غادي ياسوا شي عصبه وراه قاعده جماهيريه كبيره عند كمال ولا غادي ياسوا وداديه المستمعين. ولكن ذاك الساعه ما تقبلوا الجو حتى واحد في المكالمه خصنا نسمعوه بوحدو. شكون؟ يلاه سيدي كنسلم عليكم. الله يحفظك السي عبد الله. تحية لك. كمال أساس قال لك ما تبقاوش تجاوبوا حتى شي مستمع. حتى هو ما تبقاوش تجاوبوا وجاوبوا كمال. لا شوما شوما. العبداتي قال لي فريق الرجاء كذلك قام بنقل مباراة ضد فريق إسباني في الوقت ديال بودريقة وقيلا في 2015. كان تربوس في إسبانيا وكان هما داروا لا برودكسيون عاد ولكن التجربة ما تكررتش مع كل الأسف عند الأندية.
تحياتي خويا منير وتحياتي لكم سي فؤاد. سي فؤاد دوسلدورف تبارك الله عليك اخويا الله يحفظك. تحياتي خويا حسن عطاني الاسم ديال اللي قلت لك قبيله ديال المتوفي قال لي راه حتى انا بحالك اخويا ما بقيتش كنبارطاجي التعازي من واقعات ممثله معروفه الله يطول في عمرها. وراه هادشي علاش الواحد كيكون حذر شي شويه. السلام عليكم اخبار الحسنيه فين وصلت سي منير ونحييكم في هذا البرنامج. علاش المقابله الاخرى تصدمت؟ لا خلي المقابله الاخرى. لا خويا ما يمكنش كيفاش انت يا دير غنعاود نرجع دابا لهضرتكم انت انت وفخر الدين نجلو شويه دابا ما بعد هذيك المباراه واش تحسنت شي حاجه واش تقادت شي حاجه؟ ما غيتحسن والو ما غيت ولكن تعادل منير في هذوك لي كونديسيون انتصار كيبقى انتصار وهضرت الزمام راه هزيمه هزيمه. نمشيو للمحمديه نمشيو للمحمديه عند السي ربيع. السلام عليكم. عليكم السلام خويا منير. مرحبا سي ربيع اهلا وسهلا. كلشي بخير هاني الله يحفظك. الله يلا بخير ايمان كلشي مزيان الحمد لله سي ربيع شكرا لك. الحمد لله الله يحفظكم خويا منير. بغيت نهضر معاك على فريق شباب محمدي اخويا. مرحبا اخويا. على الظلم ديال التحكيمين اللي ولينا متعرضين ليه اخويا بزاف. وانا ما غاديش انا ما غنمشيش معاك في الظلم التحكيمي ولكن غنمشي معاك في اخطاء التحكيم الا قدرتي نبدلوا هذا المصطلح شويه. بالنسبه لي انا الظلم وانت حكم اخويا منير كيف بغيتي. تنشوفوا هذه السيمانه هذه ضربه جزاء يعني حيدوا علينا هكاك ظلما ما عرفناش المشكل فين كاين. دابا حتى الاشكاليه اللي غتولي دابا السي ربيع انت راه انت متتبع تقدر تهضر في هذا الشيء. رشيد روكي اللي كان بهذاك الانفعال شويه خرج هذاك النهار شاف الظلم ديال التحكيم وي هو خرج عطى رايه انطلاقا من الموقع ديالو كمدرب شاف بان الفريق ديالو مثلا ما تصفروش ليه شي اخطاء ولا ما تعلنوش ليه شي حاجه. راه دابا اللي دوا اللي غير قرب شي شويه بحال هكاك راه ياكل العصا خصو يسكت. لا خصو يسكت يسكت ما يدويش صافي ما عندكش حق تهضر على الفريق ديالك. هذا ما عندكش حق غير روكي كون اختار المصطلح دابا هو انفعل ذاك النهار قال لك الحكم كان سيء جدا. الناس اعتبروها واقيلا المس بشخصيه الحكام ولا المس بالتحكيم. كون بالدلير خاص دابا شتي العباره اعاده خاص تركيب العبارات خاص الحكام شويه يبدلوا حتى الطريقه حتى المعامله مع اللعابه. شوفوا هاد السيمانه دون بيلانتي عطاينا الحكام مشى الفار حيلوا لينا سهله وبيلانتي كاين وياك مشى الفار مشى الفار عيطوا لي صحاب الفار صافي ملي مشى الفار راه كيعيطوا لي باش يصحح القرار ديالو. ولكن راه كاينه فيها راه فيها ضربه الجزاء اخونا منير راه بالنسبه لك انت راه غيبان لك هذا هو المشكل. والحكم اللي كان في الفار هو اللي حكم لينا الماتش ديال الحاليه تعدى علينا الثاني هو اللي كان في الفار. ها انت بديتي كتربط الاحداث دابا غاتي الله يدير الشتاء ديال الخير. امين امين اخويا ربيع. ولكن من غير هذا الشيء كامل من غير هذا الشيء كامل واخا عطيني الفكره ديالك انا كنت بغيت نسولك على الشباب. شوف ما حد دابا عندنا الدراري ولاد المدينه تتشوف الروح كاين الروح كاين الروح شحال لا ديوري دفي ديال هذا الروح. شوف حنا حاليا هذا الشيء اللي كاين دابا نتمناو فيه الخير حيت الروح راه كتقدر تمشي معاك شهرين ثلاث شهور ولكن ملي غيبدا مثلا لي صالير لي بريم اللي غتدخل فلوس ما داخلاش هذا الشيء الروح راه ما غاديش تشد بزاف. كاين متفق معك خويا منير ونتمناو خير. شوف ما عندنا ما نديرو حنا نتمناو خير لهاد الدراري ولاد المدينه غنتمناو لهم الخير غنشجعوهم هو يكون خير ان شاء الله يكون خير. هذا هو اللي كاين. وبالنسبه للميسي المهم شي تيقول لك ما خصوش ياخذها شي تيقول لك خصو ياخذها. المهم انا ما باش لي شي واحد من غير ميسي يقدر ياخذ الكره الذهبيه النظريه ديالي ابار على هالاند البيوتا تنشوفوا ميسي شحال حط من بيت راه هادي تتحسب لميسي راه داكشي اللي حط ميسي في باري ولا في ميامي راه اللهم بارك راه حط شي بيوتا ما ماركاش ولكن حط راه هادي شي تحسبات ليه باش يدي الكره الذهبيه. المهم كاين هما تيلعبوا على حوايج بساط اللي حنا ما غنفهموهمش. ايوا المهم حنا كنقراو النتائج وكنعطيو الراي ديالنا ونتمناو خويا منير الله يحفظك السي ربيع. وتتعجبني حاجه وحده يعني الروح اللي فيك
كاين شي وحدين ما كيعجبهمش الطريقه باش تهضر، ولكن بالنسبه لي انا الله يكبر بك الطريقه باش تهضر هي عاديه اخويا ربي. شوف غير كتعطي رايك وكتحترم الاراء ديال الاخرين، ولكن شي راي اخر اللي كيكون فيه شويه ديال الاجحاف ولا شي حاجه حتى هو راه كتقول ليه بطبيعه الحال. صافي نتمنى الخير للجميع. الله يحفظك اخويا ربيع. شكرا اخويا. تحيه لك اخويا. شكرا شكرا. العبداتي قال لي واش الفار المغربي فيه التليفون؟ شفت اخويا شحال من لقطه في غرفه الفار كان التليفون محطوط، وفي لقطه اخرى ربما الموسم الماضي فاش في ديك ما قبل المباراه كيصوروا غرفه الفار الحكم شد التليفون. كنا طرحنا سؤال هنا، هل يحق لي الحكام في غرفه الفار استعمال الهواتف النقاله؟ حيت راه فيها ما فيها، واخا يكون عن حسن نيه حاطه التليفون تما، التليفون الا كاين بمعنى هناك اتصال بالخارج، وهذا الشيء فيه بزاف ديال التاويلات. سي منير تحيه لعبد الفتاح بوخريس على البرنامج ديالو في قناه اليوتيوب. تحيه لبوخريس، باقي ما شفتش الحلقه ديالو مع ياسين الصالحي، ولكن مزيان والله الا كيجيب دوك لي زونسيان وكيقروا مزيان بشي حوايج ديك الجلسه، سورتو ملي كيكون المحاور ديالهم لاعب لاعب وي وكاين فيهم اللي يلعب معاه، كتكون ديك لا فلويديتي بيناتهم زوينه. واش هذيك اللعبه اللي كنتي درتي ذاك النهار فاش كنا في هذا الماتش زوينه ذاك الشيء، ولكن نتمنى ذاك الشيء يكون موجه للاعبين صغار ديال دابا، يشوفوا بعض السميات اللي كان الكثير كيتنبأ لهم بواحد المستقبل كبير، اشنو اللي وقع حتى ما داروش كارير سميات. مع الاسف كيبقى ان شوا ديال هذاك اللاعب، وبزاف ديال اللاعبين اللي كنشوفهم للاسف دابا مع الفراقي ديالهم بحال جاهم ذاك النوع ديال الغرور، ديال احنا كنلعبوا في فرقه كبيره وللاسف ما بقيناش كنشوفهم كاع لاعبين، باقيين صغار. كاين صغار واش 18 19 بدون ذكر لا 18 19 20 لا باس بدون ذكر الاسماء. كون قلتي لي 23 24 نقول لك راه هذاك صافي خصو يدير اجازه. نور الدين من الولايات المتحده الامريكيه، مرحبا بك سي نور الدين. اهلا اخي منير. اهلا وسهلا سي نور الدين. اخت ايمان كيف لاباس عليكم؟ الحمد لله سي نور الدين كذلك ما كاينش، ولكن يلاه بارك الله فيك. انا اونتر بارونتيز انا ود بقاله اللي تبع الخرطوم. اييه مرحبا السيد بقاله. الله بارك فيك بارك الله فيك. دكالة اصيل دكالة. مرحبا مرحبا باش نعرفوك مزيان نور الدين دكالة. اييه نور الدين دكالة. لا بغيت انا نشرح واحد الموقف، ان علاش قلت ان الوداد البيضاوي تنقصها كرسي البدلاء. حنا شنا مثلا في المباراه ضد انيمبا اللي كانت الفرقه رابحه 3-0، خرج شي لعابه ودخل لعابه اخرين ما داروا والو، ما واخا الضغط ولكن ذاك الضغط سلبي، ما كاينش شي فعاليه، ما كاين ويعني النتيجه حنا شناها ما كاينش شي هدف زايد على ديك 3-0 اللي بداو بها في الشوط الاول. في المباراه الثانيه ضد الترجي التونسي كذلك دوك اللعابه اللي دخلوا من بعد ما كانت الوداد رابحه بواحد الصفر ما زادوا حتى شي حاجه اخرى، يعني تبقى هذاك الاستحواذ على الكره تبقى اوريزونتال، ما كاينش زعما شي هجومات خارقه مثلا ولا شي حاجه بحال كايا، فهمتيني؟ هذا الشيء علاش، هذا هو النظره ديالتي في المباراه ديال الوداد، علاش قلت كان مثلا تنقصها واحد كرسي البدلاء فعال. حيت الكرسي البدلاء عاوتاني راه الله يكون في عوان ذاك المدرب اللي عنده بزاف السميات، اللي عنده 11 وعنده برا بزاف ديال السميات. بعض المرات كرسي البدلاء انت راه كتعتمد على اكس، هذاك ايكراك اللي كتحتاجو واللي ما لعبش ماتشات فاش كتدخلو كيبان لك بهذيك الصوره يمكن اللي شفتي انت. انت راه كتعتمد على اكس؟ احتمال، ولكن ملي تكرر هذا السيناريو مباراه بعد مباراه تيبان لك لازم تنتج هذا النتيجه تقول راه كرسي البدلاء ناقص، فهمتني؟ هذا الراي ديالي والله اعلم. وحتى الحال كيف مشى ذاك الوليد اسماعيل المترجي لانه دقيق مزيان، خصها تعطى ليه الفرصه ديالته كامله، ماشي تعطيه 5 دقائق من هنا و7 دقائق من هنا و3 دقائق من هنا، يمكن ليه. وسؤال يطرح على عادل رمزي. نعم على عادل رمزي وسعيد الناصري. هو خصوصا سعيد رمزي لانه هو انت خلطتهم كاع سعيد رمزي كيسمع هنا وهنا. حاولت نقص عفاك منين كتسمع. عقنا بك. لا اله الا الله. لا هذه حصلتوني فيها انا راه باينه راه كان مسموع عندنا الصوت.
الله يحفظك السي نور الدين. بارك الله فيكم وتحيه لكم. تحياتي السي نور الدين. تحياتي السي نور الدين. تحيه الكاميرا حتى نسمعوا وقيله. ايوا حنا كنتسنى. هاي راه غير السي سويدا ديالك. لا حنا هنا في ميشيغون تنتسناو والله لا تنتسناو يعني. دابا هو شوف البدايه غادي السي سويداديه من بعد ملي غيكونوا الاعضاء بزاف غادي يوليو يدخلوا اي واحد يقول لك شوف الحلقه اللي ما فيهاش كمال ما غنستمعوش لها حنا ما تيكون كمال. لا 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 ما غاديش نبخسوا بالمجهود ديالكم اللي راه تبارك الله عليكم. لا ولكن الا ما كناش نتبعوكم راه لا ولكن الكثره عاوتاني الكثره كتغلب الا قالوا لك بزاف راه بغينا كمال. تحيه لكم. تحيه لك السي نور الدين. شكرا. كاين هنا واحد التصريح ديال الاسطوره الالمانيه لوتر ماتيوس كيهضر على الكره الذهبيه ديال البارح والحفل ديال البارح. نقراو هذا التصريح بعد الفاصل. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على الشدا اف ام. تحياتي لمصطفى الادريسي اللي تحيه من كندا. اهلا وسهلا لاخي منير. الله يحفظك السي الادريسي. قال لي كتفكرني في ابو سهل. وكنشكرك اخويا على هذا الشرف اللي عطيتينا. السي محمد ابو سهل هو المدرسه ديالنا الاولى طبيعه الحال، ولولاه ما كناش نجلسوا كاع في هذا قدام هذا الميكروفون. واحد اخر كيعرض عليا القهوه في المطار. سي مولير مرحبا بك كافي كريم سوسوار نواصل ترمينال الان. الله الله واش شتي دابا انت؟ بوحدك دابا عاوتاني هو داك الشعور ديال المطار ملي كتكون غادي لا زوين الي سون روتور زوين لا لا بالروتور لا سون روتور. سالوتاسيون ايكيب بروفيسيونيل. الله يحفظك السي العوفي الغزيوي. لوتر ماتيوس واحد من افضل من حمل رقم 10 في ظهره في المنتخب الالماني، واحد من الاساطير. اساطير وي. قال لهم تتويج ميسي بالكره الذهبيه مهزله. شتي باش تعرف. انتقد لوتر ماتيوس اسطوره المانيا والبايرن تتويج ميسي بالكره الذهبيه وقال سيدي قال لك نال الكره الذهبيه رغم انه يلعب خارج القاره ديال اوروبا. هو كيفضل عليه هالاند. قدم هالاند اداء افضل من ميسي. تميعات منير. وقال لك ما حدث يوضح ان كاس العالم له تاثير اكبر من اي شيء اخر. وشوف راه كوب دي موند راه باينه زعما. ودازت في 2022. ودازت في 2022 ودازت 2010 ودازت في 2000 وما عرفتش شنو ولكن. واش اللي داها في 2010 غيبقى يتوج 2012؟ لا. و 2022 راه توج دابا في 23. قال لك بالنسبة لي لا مفر من تتويج هالاند وهذا الاختيار مهزلة على الرغم من كوني أشجع ميسي. أنا بان لي من هذا الهضرة ما كتشجع ميسي وتوتوس. بحال ديك اللعبة ديال فاش كتهضر مع شي واحد كيقول لك مع احترامي لك ولكن عرف اللي موراها راه ما فيهاش الاحترام. مشيو الفاس. مشيو الفاس عند سي عمر. أهلا وسهلا سي عمر. السلام عليكم سي منير. أهلا وسهلا سي عمر. الله يبارك فيك. الحمد لله. بغيت نرجع معكم غير لو بوان ديال البالون دور. اييه و اون كونستات ديغنييغمون كو البالون دور ولا اون افير كوميرسيال تماما. تو سكي سبونسورين اي تو دونك لي شيفر ديال اللي كيديروا اللعابه ولي ستاتيستيك اللي كيديروا في وسط العام سا كونت بو دوفون زعما لانفلونس ديالهم. يعني بحال دابا لعاب بحال مبابي اللي هز باريس سان جيرمان فوق كتافو بوحديتو واللي هز فرنسا حتى للفينال لا كوب دي موند il méritait plus que Messi avec le ballon d'or de l'année dernière. Je n'ai pas l'air. ولكن الا عطيتيني عاوتاني المقياس ديال مبابي هز ليكيب دو فرانس لا فينال كاس العالم غنقول لك راه ميسي دام على الارجنتين كاس العالم. ولكن كون كان ذاك الماتش الفينال تقلب وفرنسا ربحت لا كوب دي موند وكون كون عاوتاني كون ذاك الشيء راه كان بونو ولا غيلعب الفينال كاع. هو دابا ما كنهضروش على اللي طايق لي قلبه كلشي. تعرفتي ديك كون تسميت كون الشيطان راه كتخلق شي احداث اخرين. لا متفق معك. هو كرة القدم كلها كتلعب على دي بوتي ديتاي. داكشي علاش في المجمل اللي قلت ايمان قبيله متبع كنشوفوا لي بيرفورمانس انديفيديوال ديال كل لاعب لابول السنه لي ستاتيستيك ديالو ونزولوا داك المعايير ديال تو سكي سبونسورين وانفلونس كوليكتيف وخاص سيستيم جو كوليكتيف. الا سمحتي لي عمر دابا تخيل معايا مثلا دابا بونو قبل ديك ماشي قبل بلوتو تمت الصفقه ديالو مع ريال مدريد كنتي غتشوف ياشين عند مارتينيز. اكزاكتوم ما كنتيش غتشوف غادي سيستيم. وكون كان بونو صنا في ريال مدريد ما كانش يتكلاس ثوازيام في الكلاس ممكن يتكلاس من بلوس حيت حنا كنعرفوا باللي السميه ديال الفرقه فين كتلعب دور مهم والجنسيه حتى هي باش ما الجنسيه وي وانا كل الخوف
هو البالوندور افريكان حتى هو يوقع لنا بحال هكا، حتى شفنا محمد صلاح تكلاسا اكثر من حكيمي الله كلا كومباريناهم سور سور لا سيزون، حكيمي دار شي حوايج اللي محمد صلاح ما دارهمش. يعني الخوف كل الخوف من هذاك البالوندور افريكان تكون عندنا فيه شي صدمه. فهاد القضيه اللي قلتي دازوا علينا تجارب ديال محمد صلاح ديال محرز حتى هما راه كانوا حتى هما، ولكن وانا بالنسبه لي انا المرشح الوحيد ولا المرشح الاكبر للبالوندور افريكان هو ياسين بونو اللي يستحقها مع الجدارة والاستحقاق، لا من ناحية ديال لا بيرفورمانس ديالو مع سيفي، لا من ناحية لا بيرفورمانس ديالو مع منتخب وطني في كأس العالم. يعني أنا نزيد على بونو نزيد عليه أوسيمين. ممكن وأوسيمين كيجي أكثر من محمد صالح. ولكن كان محمد صالح غيدخل بسميتو. اكزاكتومون. وكاينين دي بي أفريكان كي سون أنجلوفون اللي يقدروا يتعاطفوا مع محمد صالح في ليفربول، يعني هذا هما المعطيات اللي تقدر. وليز أنجلوفون إلا كانوا غيتعاطفوا مع أوسيمين. ولكن السمية ديال بحال اللي قلتي السمية ديال محمد صالح زعما كتعطي واحد بلوس بيرفورمون. لا اكزاكتومون. وبغيت قبل ما نختم مرحبا غير واحد النقطة خفيفة بارك الله فيك المغرب الفاسي. الله الله. الكروية الفريق كيقدم مستوى رائع هذا العام بقيادة القدير والمحترم طارق سكيتيوي اللي كنقدموا له زعما رسائل الحب والشكر. ولكن إداريا راه الفريق غادي واحد الفريق اللي واحد الفراغ. رئيس الجمعية قدم استقالته ولكن هو رئيس الفعلي للشركة الرياضية. قال لهم إذا كان شي رئيس يتقدم قبل من الجامع العام، هذا الجامع العام مازال ما حدد التاريخ ديالو. ولا غيتقدم فين غيتقدم بعدا كاين شي اجال كاين شي عنوان فين تحط الملفات التاريخ ديال الجامع العام مازال ما تحددش. راه نفس شوف هو نفس الطريقه ديال المراوغه ديال عندهم كاملين عند السي اسماعيل الجامع عند الناصري قبل منه بعدا في جويهي. اكزاكتومون. دابا كاين واحد الفراغ قانوني. دابا لا جا شي واحد رئيس جمعيه وبقى السي اسماعيل الجامع حنا كنحترموا وكنقدوا داكشي كاع اللي عطى المغرب الفاسي، ولكن لا جا شي واحد رئيس جمعيه وبقى رئيس اسماعيل الجامع رئيس ديال الشركه شنو غادي يوقع؟ شنو غيوقع لنا ان كونفلي دانتيغي وغيوقع لنا ان نرجعوا داك الشيء اللي كان قبل في المغرب الفاتي ديال جوج مكاتب وهذا باش ما بغيناش كاع نرجعوا له، حنا كنقدروا اسماعيل الجامع كنقدروا عائله الجامع داك الشيء كاع اللي قدموا المغرب الفاتي تضحيات كنعرفهم انهم كانوا كيمولوا الفريق من الخفاء. ايوا عائله الجامع تبارك الله. لذلك ما كرهناش ان هذا المحبه وهذا الوصل اللي كاين بين الجمهور المغرب الفاتي وعائله الجامع يبقى يخليه في هذه المرتبه هذه ويعاونوا الفريق ويخليوا الناس اللي كان شي واحد باغي يخدم فعليا يخليه يتقدم وياخذ يسوق السفينه ديال الفريق، حيت راه ملينا حنا من ان المغرب الفاتي يتخبط في المشاكل كل عام وكنشوفوا باللي فرق واحد اخرين كيهربوا علينا وحنا كنرجعوا لشي حوايج اللي عشناهم في التسعينات ربما اللي سبوا في السقوط ديال مركز الوطني الثاني في 94 وسبوا في السقوط ديال مركز الوطني 2015. هادشي هذا ما بغيناش يعاود يتكرر وكنتمناو ان سي طارق سكيتيو بعدا يخلي المجموعه محافظ على المجموعه. لا ماشي 94 95 95 بالضبط 95 هي سنة فين تخلقت ربما كنت في الشر على يا ربي السلام داك الشيء راه سبقتيها ب 94 بغيتي تقول راه طاحوا قبل مني انا بغيتي يكون بورت مالور اصاحبي لا راه حيت ملي قلتي 94 وانا باقي عاقل الماس فاش هبطات كنظن هي يمكن هي اولمبيك خريبكا هي اولمبيك خريبكا وكانت تلعب باراج هذاك العام كان تلعب باراج وكان كاع بزاف الاصوات قالوا البطوله خص يبقى فيها 18 فريق باش المهم باقي نعقل انا هذا الشيء 95 اكزاكتومون. هذه كانت الكبوه الاولى وكانت الكبوه الثانيه فاش هبطت المغرب فاتي وكوكب مراكشي اييه وعاد من بعد فاش هبطت مؤخرا فاش العام اللي دات فيه النيت كاس العرش. يعني ثلاثه ديال الكبوات وهاد الكبوات كانوا كاملين ناس ديمونير فاش كيكون الفريق مشتت فاش كيكون عندنا مكتب في كازا مكتب في فاس. دابا حنا ماشي لهاد الطريق هادي وحنا ما بغيناش كاع نوصلوا لهاد القضيه ديال المكتب في كازا مكتب في فاس. راه انا من نهار عقلت بعدا على الماس والناس اللي كنعرف انا في المكتب راه ديما كيكونوا ها اللي موقعين في الدار البيضاء اللي موقعين في فاس. وهذا ما كيشكلش حتى مشكل. انا براسي دابا حيت العام ديال الثلاثيه راه كان العام ديال الثلاثيه شكون اللي كان في فاس؟ راه كان عبد الحق المراكشي، مروان بناني كان هنا، عبد اللطيف بن شقرون كان هنا، عبد العظيم مكزاري وقيله واش عبد العظيم مكزاري يمكن هنايا في كازا، الحلو حتى هو كاين في كازا، يعني الناس. انا كنتحدث معك ديمون انا راني مقيم في الدار البيضاء وخدام في الدار البيضاء، ولكن هذا الشيء ما كيشكلش حتى شي مشكل حيت كنعرفوا باللي انا غير جاوبت على اللي كيقول لك راه يمكن هذا هو سبب المشكل. هو شنو داكشي شنو كيخلق؟ كيوليو داك الفرع ديال فاس، داك الناس اللي كيحسبوا راهم فاس هما اللي كيبغوا المغرب الفاسي، كيخلقوا عراقيل للناس اللي في كازا، راه بجوج خصو ياخذوا اون كولابوغاسيون، يعني
ماشي مهم فين نتايا دابا ولا المهم شنو كتعطي شنو كتقدم الله يرحم الوالدين شنو كتقدم الفريق اما الطبقه الاخر زعما راه ما كل واحد فين كتب له الله يعيش كل واحد كتب له الله يخدم وانا اللي غنقول لك انا هو اقرب حاجه لحل المشاكل كلها هو الا كانت النتائج ديال الفريق الاول غدا مزيان اكزاكتوم ملي غتمشي النتائج ما كنظنش شي واحد غيفكر في والشركه والجامعي والجمعيه وكذا ولكن راه خصنا واخا هكاك زعما خصنا نحددوا المفاهيم وخصنا نعرفوا شنو الفرق ما بين الشركه وشكون الجمعيه شكون اللي كيسير فعليا شنو هما لي زانستونس غوفيرنونس ديال الشركه شنو هما لي زانستونس غوفيرنونس ديال الجمعيه شحال الجمعيه عندها لابار ديالها في كابيتال ديال الشركه وكيفاش دارت ايفالويات الجمعيه باش حولناها لشركه يعني كاين شي هادشي عمر راه بعض المسؤولين ما عارفينوش دابا تطيح لهم بحال هاد بحال هاد لا ولا كيتغاضوا عليه عارفين وانا نقول لك واحد الحاجه المسؤولين عندهم لي كونسي ديالهم اللي كيوريهم التخريجات اللي هم انهم يكونتورنيو كاع داكشي اللي ممكن يتكونتورنا في لا لوا داكشي علاش خصو يكون واحد الاجتهاد من عند لي زانستونس كيدير الكره في المغرب وتا داك لي كونتورنمون يوضعوا لهم حد حيت راه القانون فوق ما كيدار كيخص الاجتهاد باش يدار له ميزاجور الا ما دارتلوش ميزاجور راه الناس يوليو كي بحال شغل كيوليو كي كيسيروا لجهتهم كيروضوه لجهتهم هذا هو اللي كاين كيجاوبك السيد تهامي خويا عمر السيد تهامي صديقنا ديال فاس قال لك رقم 5 مشؤوم عند الماس طحنا في 95 و2005 و2015 كملت تهامي الدقاقي هذا لا تهامي التازي هذا 95 2005 2015 بالضبط 2095 5 ونتمنوا 2025 بسلامة يلا غنقولها لك خطفتها لي لا ان شاء الله بردا وسلاما الله يحفظك تحياتي عمر تحياتي عمر شكرا لك شكرا لك عمر السي علي دوي على الفرقه ديالك وفرق عليك بودريقه النصيري اللي مشى الوداد اسفل عبد الادريسي معاك كتهضر اخو كتهضر مع شي واحد كيجاوب مع شي صديق اخر سي منير شفنا الصوره ديال تشكيله الرجاء ضد مكناس في تسهيمة والتعليقات كيتاسفوا على انور بغدادي انور بغدادي كان من اللاعبين اللي كان اوسكار راحل اوسكار كان لعبهم في ليكيب بريمير مع الجيل ديال مسلوب وباقي اللاعبين سلام اخويا منير فوقاش غيكون عندنا تريكوات ديال على اي تحيه لكل الاصدقاء كل المتابعين كنشكرك ايمان شكرا لك منير نتلاقاو مع المستمعين ديالنا الكرام غدا ان شاء الله في حلقه جديده يوم الاربعاء باذن الله وبدوري كنقول لكم مستمعينا الكرام دمتم في رعايه الله والساعه الثالثه باستوديوهات شدا اف ام الى اللقاء